وان شاء الله يعني انا هشتغل معاكم في الترم ده في كورس الكوميونيكيشن سيستمز 2، هو المفروض تكمله لشغلكم اللي اشتغلتوه في كوميونيكيشن سيستمز 1 مع دكتور فاطمه وباشمهندسه ندى. هندخل بقى الدنيا اكتر شويه، انتوا كنتوا درستوا اكتر يعني السيجنالز او يعني الانالوج كوميونيكيشن سيستمز ان جنرال، الموديشن تكنيكس الانالوج والكلام ده كله. هنبتدي بقى الترم ده ان شاء الله لا ندخل على بارت الديجيتال كوميونيكيشنز. بس قبل ما ندخل في الديجيتال كوميونيكيشنز محتاجين الاول نراجع شويه حاجات كده على الراندوم بروسيس والراندوم فاريبلز، ان احنا في الاخر بنتعامل مع سيجنال راندوم، بنتعامل مع حاجات تاثر عليها تكون راندوم زي النويزز اللي في الميديوم واتيفر بقى الانترفيرنس اللي بيحصل كل الكلام ده. فاحنا يعني التارجت من اخر الكورس ده ان شاء الله ان احنا نوصل لايه، ان احنا خلاص نبقى فاهمين اي كوميونيكيشن سيستم شغال ازاي، واخدين البيزكس بتاعه الكوميونيكيشن سيستمز الديجيتال كوميونيكيشن سيستمز. نطبق بعد كده بقى التكنولوجيز او السيريز اللي احنا بنتكلم عليها دي في كورس الموبايل ان شاء الله وبقيه الكورسز بتاعه الكوميونيكيشنز. تمام يا شباب؟ طيب ودي الـ يعني الكونتكست بتاعتي، لو حد حابب يسال على حاجه او يبعت لي على حاجه ممكن تبعتوا لي في اي وقت، ايه مفيش مشكله. طيب احنا النهارده كده هنعمل ايه؟ النهارده مش هندخل في المنهج قوي، احنا النهارده ان شاء الله هنبتدي نتكلم شويه، هنراجع شويه حاجات انتوا اوريدي ان شاء الله تكونوا عارفينها، بس لو حد يعني مش فاكرها او نسيها يعني خلينا كده النهارده ايه نبتدي نشغل المكنه كده مره ثانيه، احنا بقى لنا فتره في اجازه وانا قاعد عشان انزلش الكليه. ايه؟ ليه يا عم ما خدتش اجازه ليه؟ ماشي، ما هو تريننج الكورسات دي حاجات مفيده عشان تساعدك قدام اما تتخرج ان شاء الله، تمام؟ بس يعني خدت اجازه من الدراسه والامتحانات والكلام ده. طيب فاحنا اللي هنتكلم عليه النهارده ان شاء الله هو الراندوم فاريبلز والراندوم بروسيس، ده اللي هنراجعه. نفتكر انتوا المفروض في الليكتشر امبارح اصلا راجعتوا الكلام ده، بس يعني احنا هنراجعه كده مره ثانيه سريعا ونبتدي نحل عليه عشان الكلام ده ان شاء الله لما نستخدمه قدام في المنهج نبقى خلاص احنا فاهمينه بايه بنسبه كبيره وخلاص عارفين نطبقه ونستخدمه ونبقى فاهمين احنا بنعمل ايه بالظبط. تمام يا شباب؟ طيب خلينا كده اول حاجه نبتدي نفكر او نفتكر مع بعض هو ايه اصلا الفرق ما بين الراندوم فاريبلز او ايه الفرق بين نتكلم عن راندوم فاريبل او راندوم بروسيس. يعني كده كده نتكلم على راندوم فاريبل، جيت قلت لك ان عندي راندوم فاريبل مثلا اكس بيمثل اكسبيرمنت، فالراندوم فاريبل ده عباره عن ايه؟ يعني ايه راندوم فاريبل اصلا؟ ده البوسيبل اوتكم اللي ممكن يطلع لي من اي اكسبيرمنت. يعني لو جيت قلت لكم مثلا انا عندي اكسبيرمنت ان انا بعمل توسنج لكوين، يبقى انا وبقول ان انا عندي راندوم فاريبل اسمه اكس، الراندوم فاريبل اسمه اكس ده بيريبريزنت او الاكسبيرمنت دي، يبقى الاكسبكتد اوتكمز من اكس ده هيبقى ايه؟ يعني الاكس ده هياخد فاليوز ايه؟ ايه؟ يا اما هيد يا اما تيل، بالظبط كده. يبقى في الاخر الراندوم فاريبل الراندوم فاريبل ده هو عباره عن حاجه بتعبر لي عن اوتكم بتاع سيرتن اكسبيرمنت، بس الاوتكم ده ما بيبقاش فانكشن في التايم. يعني الراندوم فاريبل الاوتكم اوف اكسبيرمنت، بس الاوتكم ده بيبقى نوت فانكشن اوف تايم. ده فكره الراندوم فاريبل. سواء مثلا بقول عندي راندوم فاريبل بيمثل ان انا بتوس كوين، او ان انا مثلا برمي دايس فعارف ان هيطلع لي فاليو سوري بقى لواحد من واحد لحد سته من الاخر، يعني كل دي اكسبيرمنتس بعبر عنها اكسبيرمنتس، انا مش عارف الاوتبوت بتاعي ايه بالظبط، بس انا عارف هو هيطلع حاجه من الحاجات دي. فمثلا انا بتكلم على التوسين كوين، يبقى انا اللي هيطلع لي الهيد لتيل، بس ايه اللي هيطلع لي؟ لو جيت قلت لك اللي هيطلع لك هتقول لي ما اعرفش، بس انت هيطلع لك الهيد لتيل. دي فكره الراندوم فاريبل. طيب الراندوم بروسيس بقى، الراندوم بروسيس دي برضه هي الاوتبوت او يعني حاجه بتعبر لي عن اوتبوت بتاع سيرتن اكسبيرمنت، بس الاوتبوت ده بيبقى فانكشن في حاجتين، بيبقى فانكشن في راندوم فاريبل وفانكشن في التايم. طيب عشان نفهمها بشكل افضل خلينا كده ناخد مثال عليها. دلوقتي لو جيت قلت لكم ان انا عندي ايه؟ في حاجه اقول؟ طيب لو انا دلوقتي عندي سيجنال بعمل لها جنريشن، تمام؟ والسيجنال دي بتطلع من سورس، السورس ده فيه مشكله شويه، ان انا لما بظبط مثلا فريكونسي او بجنريت مثلا ساينوسودال سيجنال بفريكونسي 1 كي، الفريكونسي دي بتلعب ساعات تطلع مش عارف 1 كي، ساعات تطلع 1.5 كي وهكذا. فبقى اكسبكتنج اللي هيطلع لي ايه؟ انا كده كده عارف ان هيطلع لي ساينوسودال سيجنال، فهيطلع لي حاجه بالمنظر ده. صح؟ طب الفريكونسي بتاعتها قد ايه بالظبط؟ مش هبقى عارف بالظبط، ليه؟ لان هي الحته دي راندوم، ده الراندوم فاريبل بتاعي في الكيس دي، فيا اما هيطلع لي السيجنال دي يا اما هيطلع لي ساينوسويدال سيجنال ثانيه بالشكل ده، يا اما هيطلع لي ساينوسويدال سيجنال ثالثه
بالشكل ده. ايه الفرق بين الثلاثه دول؟ ثلاثه ساينوسويدال سيجنال صح، بس الفرق ان دي مثلا الفريكوانسي بتاعتها اكس، دي 2 اكس مش عارف كام، 1 2 3 اكس تمام. فيبقى كده انا متوقع ان انا عندي اكسبيرمنت. الاكسبيرمنت هنا ان انا بجنريت ساينوسويدال سيجنال تمام. طيب ايه الاكسبكتد اوتبوت بتاعي؟ لو قلت لك ان انا عايز اعرف عند تايم تي 1 الاوتبوت بتاعك بكام هنا مثلا، هتقول لي ايه؟ ايه من صفر ل 2 باي؟ لا هو انا بتكلم يعني الاوتبوت كفاليو، يعني الفاليو بتاعت السيجنال. يعني انت لو حطيت كده وصلت السيجنال دي على سي ار او، الامبليتيود بتاعها هيطلع بكام بالظبط؟ احنا مش عارفين يعني. يا اما هتطلع الفاليو دي، يا اما هتطلع الفاليو دي، يا اما هتطلع اصلا فاليو بالنيجاتيف. ليه؟ لان انا عندي راندوم فاريبل بيتحكم عندي كمان في السيجنال اللي هو الفريكوانسي. فانا هنا كده في المثال ده انا عندي الراندوم فاريبل في السيجنال الفريكوانسي، والتايم طبعا ان انا السيجنال بتاعتي بيجنريت او بتبقى جنريتد مع الوقت. فيبقى كده الراندوم بروسيس من الاخر هو الاوت كام بتاع الاكسبيرمنت. بس الاوت كام بتاع الاكسبيرمنت هنا انا بعبر عنه على شكل ويف فورم varying with time. يعني مثلا هقول ان انا عندي اكس اوف تي ده كده في الكيس دي، هو دي الراندوم بروسيس بتاعتي. وفي المثال اللي عندنا ده الاكس اوف تي دي يا اما هتبقى اكس 1 اوف تي، يا اما اكس 2 اوف تي، يا اما اكس 3 اوف تي. انا ما اعرفش ايه اللي هيطلع بالظبط، بس يا اما دي اللي هتطلع، يا اما دي اللي هتطلع، يا اما دي اللي هتطلع. مفيش حاجه تانية هتطلع في المثال ده. ممكن في امثله تانية لا الاقي ان اللي هيطلع اكبر، او يعني في احتمالات اكتر تطلع وهكذا تمام. فده كده بالنسبه لي راندوم بروسيس. وفي الكيس دي الراندوم بروسيس دي هتاخد واحد من ثلاثه بوسيبل اوتكمز، يا اما اكس 1 اوف تي، يا اما اكس 2 اوف تي، يا اما اكس 3 اوف تي. فده الفرق الاساسي ما بين الراندوم فاريبلز والراندوم بروسيس. الراندوم بروسيس هما الاثنين بيعبروا عن الاوتكم بتاع اكسبيرمنت، انا مش عارف ايه اللي هيطلع بالظبط. بس الراندوم فاريبل هتطلع حاجه مش فانكشن في التايم. في الراندوم بروسيس لا، اللي بيطلع عندي بيبقى حاجه فانكشن في الراندوم فاريبل او حاجه راندوم وفانكشن كمان في التايم. فالاوتبوت بتاع الراندوم بروسيس ده بيبقى ويف، عاده بيبقى ويف فور. تمام يا شباب؟ طيب لحد كده حد عنده سؤال؟ طيب احنا كده اتكلمنا على ايه اصلا الحاجه اللي احنا هندرسها، بس هدرسها بشكل عامل ازاي؟ يعني في الاخر يعني ما انا برضو ما يعني في الديترمينستك سيجنالز انتوا خلاص، لو هقول لكم مثلا عندي سيجنال ما فيهاش اي نويز مثلا اي سي كوزاين، او سوري مش ما فيهاش اي نويز، ما فيهاش اي حاجه راندوم، يعني السورس بيجيت فريكوانس ثابته والامبليتيود ثابت وهكذا. فلو قلت لك عن تايم مثلا تي 1 السيجنال بتاعتي الامبليتيود بتاعها بكام؟ هتعوض في الايكويشن وتشوف. هنا احنا قلنا ما نعرفش، بس قلنا هنعبر عن الكلام بتاعنا يا اما براندوم فاريبل يا اما براندوم بروسيس. طيب لما تحب بقى تدرسها او تعمل مودرنج للسيجنال بتاعتك او تعمل مودرنج للسيستم بتاعك، يبقى انت محتاج شويه كده بارامترز تعبر بيها عن الراندوم فاريبل او الراندوم بروسيس. فخلينا الاول نخلص كيس الراندوم فاريبل وبعد كده نروح على كيس الراندوم بروسيس. طيب في كيس الراندوم فاريبل احنا عندنا تو سيناريوز. السيناريو الاول لو انا عندي سنجل اكسبيرمنت، يبقى معناها ان انا عندي سنجل راندوم فاريبل، لان الراندوم فاريبل هيعبر لي عن اكسبيرمنت واحده تمام. ده الكيس اللي احنا عارفينها دايما على طول، ان انتوا ايه مثلا باتوس كوين، فيبقى راندوم فاريبل مش عارف هيطلع لي لهيد لاتيل، برمي دايس هيطلع لي من 1 ل 6، بس هفرق من الكوتشينا فمش عارف هيطلع لي 1 ل 10 ولا كينج لا كوين لا داب تمام. ف ده المتوقع خلاص اللي احنا دايما عارفينه. طب احنا بنمودل الكلام ده او يعني بنحب بقى ندرس الكلام ده، بندرسه بايه؟ بشويه بارامترز. ايه هم؟ المين او اللي احنا بنسميه الانسامبل افريج، والفارينس. دول هم الحاجتين الاساسيتين اللي احنا بندرسهم او بندرس بيهم اي راندوم فاريبل عندنا او البوسيبل اوتكمز بتاعت الراندوم فاريبلز بتاعتنا تمام. طيب المين احنا بنسميه اكسبكتيشن، لو انا عندي راندوم فاريبل اسمه اكس فبنسميه اكسبكتيشن الاكس. اكسبكتيشن الاكس ده بقى عباره عن ايه؟ لو انا بتكلم ان الراندوم فاريبل بتاعي ده الاوت بتاعته كونتينوس
يعني ايه كونتينوس؟ يعني انا يعني الاوتبوتس بتاعتي هنا مثلا انا لهيت لتيل فاليوز ديسكريت، هنا برضو من 1 ل 6 فاليوز ديسكريت. طب لو البوسيبل اوتكمز حاجه اسان كونتينوس ما اعرفش هي ملهاش ديسكريت فاليوز، يبقى ساعتها بنقول ان الاكسبكتيشن بتاع راندوم فاريبل اكس ده هو عباره عن انتجريشن ل اكس اوف اي، او انتجريشن لاكس بقى في البي دي اف بتاعت الراندوم فاريبل ده. وهنا يا شباب انا بقى انتجريت على كل البوسيبل فاليوز اللي ممكن اكس تاخدها، وبقى انتجريت على الراندوم فاريبل بتاعي. طيب ايه الاف اوف اكس دي؟ اقول لك يا شباب الخط واضح ولا صغير؟ واضح. طيب ايه الاف اوف اكس دي يا شباب؟ خلينا كده نكتبها هنا. حد يعرف بالظبط؟ دي بنسميها المارجنال بروبابيلتي دينسيتي فانكشن. دي معناها ايه لما نكتب كده اف اوف النوتيشن دي؟ معناها البروبابيلتي ان راندوم فاريبل اكس ياخد فاليو اكس سمول. يعني لو بتكلم مثلا على اكسبيرمنت ان انا مثلا بتوس كوين، يبقى كده كاني بقول ان انا الاف اكس اوف اتش دي كده البروبابيلتي ان راندوم فاريبل اكس اللي بيعبر لي عن الاكسبيرمنت ياخد فاليو هات. تمام. طيب لو انا بتكلم على كيس اسهل او يعني كيس الديسكريت، يبقى القانون ده هيبقى عباره عن سميشن لاكس اوف اي الاف of x انها تاخد value x of i small، وهنا بصم على كل ال possible values بتاعت ال i. ما تبقاش عارف لها value exact. لا هو انت بتبقى بتعرف تحدد ال probability density function بتاعتك، بس ما تعرفش ال random variable ده هياخد ايه ال value exact بتاعته، بس تعرف توصفه ال probability density function. بمعنى ان لو جيت انا قلت لك ايه ال probability، سيبك من النوتيشن دلوقتي خالص، ايه ال probability ان انا لما توس كوين يطلع لي head هاف؟ هي دي البروبابيلتي دينسيتي فانكشن. يعني هنا الفاليو دي فعلا بتساوي هاف. طب لو جيت سالتك بقى هو انت لما تيجي توس كوين دلوقتي هيطلع لك ايه؟ تقول لي ما اعرفش، بس هو بالبروبابيلتي انه يطلع هاف هيد وبروبابيلتي انه يطلع هاف تيل. طب مثلا لو بتكلم على كونتينوس سيجنال، او يعني مش سيجنال كونتينوس راندوم، يعني حاجه مثلا كونتينوس راندوم فاريبل، ساعتها بنوصفها بروبابيلتي دينسيتي فانكشنز مور كومبليكيتد شويه، مثلا زي الجاوسيان بروبابيلتي دينسيتي فانكشن. انه يقول ان انا عندي راندوم فاريبل لجاوسيان ديستريبيوشن، فانت تقدر يعني عندك ايكويشن لجاوسيان ديستريبيوشن ايه وتقدر تجيب. يعني مثلا لو كان عندك حاجه كونتينوس مثلا بجاوسيان ديستريبيوشن مثلا، والحاجه دي بتاخد فاليوز من 0 لحد 1، يبقى لو جيت قلت لك ايه البروبابيلتي ان الاوت بتاعك يبقى مثلا من 0 للربع، هتانتجريت الجاوسيان بي دي اف. فانت كده انت بتوصف الديستريبيوشن بتاعك، بس لو جيت قلت لك هتطلع كام دلوقتي هتقول لي ما اعرفش. في الكونتينوس ما ينفعش، في الديسكريت ينفع، انت ثاني يعني هم في الاخر من 1 ل 6 اه يعني مثلا في الكيس دي. فاهم؟ طيب مفهوم لحد كده يا شباب؟ طيب تاني حاجه لو عايزين نحسب الفارينس، حد كده فاكر الفارينس بتاع راندوم فاريبل عباره عن ايه؟ هو ليه قانونين، يا اما ليه اكسبكتيشن الاكس ماينس مين الاكس هول سكويرد، او اقول اكسبكتيشن الاكس سكويرد ماينس اكسبكتيشن الاكس اول سكويرد. وهم القانونين دول اصلا درايفد من بعض، يعني احنا لو فكينا دي وجبنا ده هتلاقي نفس الفاليو، هتلاقي نفس القانون في الاخر. تمام. حد يا شباب مثلا انه يحسب الاكسبكتيشن بالقانون ده او الفارينس بالقانون ده عنده مشكله مش عارف يعوض بايه او حاجه؟ طيب هسألكوا سؤال تاني كده، هو المين ده؟ يعني احنا بنقول ان احنا عندنا statistical property اسمها المين، وده القانون بتاعه، هو المين ده بيعبر لي عن ايه؟ لو انا مثلا الاكسبيرمنت اللي انا عملتها ديت اللي هي الجنريشن بتاع السيجنال، لو انا مثلا جيت عند اكسس بوينت مثلا معين، ما انت كده انت كده يعني ماشي، بس انت دخلت في حته ابعد، خلينا نشوف الراندوم بروسس عشان الناس ما تتلخبطش. هتلاقينا خلينا حاجه مثلا زي مثلا دي سي فاليو، ان انا مثلا عندي بالظبط انا مثلا عندي سيجنال ببعتها، فما ببعتش غير مالتيبل ليفلز، لا زيرو لا هاف فولت لا مش عارف مثلا 1 فولت لا 2 فولت مثلا. تمام. فانت كده عايز تحسب الافريج بتاع الباور او الافريج بتاع دي سي فاليو اللي هتطلع دي. تمام. طيب لو جيت قلت لكم ان انا عندي سيجنال، انا ما ببعتش غير سيجنال واحده بس، يعني انا ببعت زي ما انتوا قلتوا دي سي فاليو بس انا ما ببعتش غير 1 فولت، هي بس ال 1 فولت ده اللي بيتبعت، فالافريج بتاعكم هيبقى ايه؟ هيبقى 1. فيبقى دي كده اول بروبرتي عندنا، ان الاكسبكتيشن بتاع الكونستنت هو الكونستنت نفسه. تمام. طيب سؤال تاني، الفاريانس بيعبر لي عن ايه؟
ايه بالظبط انا ببعد قد ايه عن المين ده، او انا السيجنال بتاعتي لو هنسيوم ان انا بتكلم على حاجه ليها جاوسيان ديستريبيوشن بالمنظر ده، والمين مثلا بتاعها واتيفر اي حاجه مثلا نص، فانا بشوف انا ببعد قد ايه عن المين ده. بس البعد اللي احنا بنسميه الستاندرد ديفيجن اللي هو سكوير روت الفاريانس، فانا كل ما الفاريانس بيكبر يبقى ده معناه ايه؟ هل يعني انا لو عندي حاجه بالمنظر ده وعندي حاجه ثانيه بالمنظر ده، اني ليه فاريانس اكبر، الاسود ولا الازرق؟ الاسود ليه فاريانس اكبر، لان انا ببعد في احتماليه اكبر ان انا تجي لي فاليوز بعيد عن المين ده. طيب حلو جدا، هسالكم بقى سؤال بما فاهمين كده معنى الفاريانس ايه. لو جيت قلت لكم ايه الفاريانس بتاع كونستنت هيبقى عباره عن ايه؟ صفر. اما انا الكونستنت ده معدي نفس الفاليو فانا عمري ما هبعد عنه، فالفاريانس بتاعي بصفر. طيب شويه بروبرتيز كده، يعني انتم ما شاء الله فاكرين الدنيا. فمثلا لو جيت قلت اكسبكتيشن او الافريج بتاع كونستنت في راندوم فاريبل هيساوي الكونستنت في اكسبكتيشن الراندوم فاريبل نفسه. طب لو جيت قلت الاكسبكتيشن بتاع تو راندوم فاريبلز مجموعين على بعض هيديني ايه؟ اكسبكتيشن كل راندوم فيهم راندوم فاريبل فيهم لوحده بالظبط كده. طب لو جيت قلت الفاريانس بتاع كونستنت مضروب في راندوم فاريبل هيديني يا شباب؟ بصوا انتوا في طريقه سهله ان انا ممكن ارجع اوصف الكلام ده في القانون واشوف اللي هيطلع لي ايه بالظبط، بس انتوا لو عملتوا كده في الاخر هتلاقوا ان الكلام ده هيطلع لكم الكونستنت سكويرد مضروب في الفاريانس بتاع الراندوم فاريبل بتاعنا. تمام؟ طيب لحد كده لو بنتكلم على سنجل راندوم فاريبل او عندي سنجل اكسبيرمنت فليها سنجل راندوم فاريبل، هل في حاجه مش مفهومه او الاستاتستيك سواء الراندوم فاريبل او الاستاتستيكال بروبرتيز اللي احنا بنستخدمها عشان نوصف الراندوم فاريبل ده؟ ده ولا ده؟ السبمشن بتعرف كل الكونديشنز. اه الضرب هو اللي مش هتعرف كل الكونديشنز، لسه مش هنخش في الحته دي، هنخش فيها في التو راندوم فاريبلز، بس الاديشن هتعرف كل الكونديشنز لاي بروسس، لان في الاخر انت هتيجي تعوض في القانون ده فهتقول انتجريشن لحاجتين مجموعين على بعض، فتقدر تفك الانتجريشن بتاع الجمع فيبقى عندك دي لوحدها ودي لوحدها. تمام؟ طيب لحد كده شايف حد عنده سؤال؟ طيب كويس جدا، هنبتدي بقى نبص على كيس تانية. لو انا بدل ما عندي سنجل راندوم فاريبل بقى عندي مالتيبل اكسبيرمنتس، خلينا نقول مثلا تو اكسبيرمنتس، فكده كل اكسبيرمنت هحتاج اوصفها براندوم فاريبل فبقى عندي تو راندوم فاريبلز. ماشي؟ هنا كنا بنتكلم على بي دي اف واحده بنسميها المارجنال بي دي اف. عشان نوصف التو راندوم فاريبلز يبقى انا محتاج ان اشوف الاثنين هيتحققوا مع بعض ازاي. فبقينا نوصف او نستخدم حاجتين جداد، الجوينت بي دي اف والكونديشنال بي دي اف. ده كده نوتيشن الجوين بي دي اف. انا المفروض هيبقى عندي تو راندوم فاريبلز، واحد اسمه اكس واحد اسمه واي، وات ايفر بقى بيعبروا عن ايه، مثلا برمي كوين وبعديها بسحب ورقه كوتشينا، وات ايفر انا بعمل ايه بالظبط. تمام؟ الجوين بي دي اف ده معناه ايه؟ انا عايز اعرف ايه البروبابيلتي ان راندوم فاريبل اكس ياخد فاليو اكس سمول وفي نفس الوقت راندوم فاريبل واي ياخد فاليو واي سمول. يعني عايز اعرف ايه البروبابيلتي ان الاثنين يحصلوا مع بعض. طيب الكونديشنال بي دي اف كده انا عارف ان في حاجه حصلت بس الثانيه لسه، يبقى ده معناه ايه؟ كاني كده عايز اعرف ايه البروبابيلتي ان راندوم فاريبل واي ياخد فاليو واي سمول جيفن انه اوريدي راندوم فاريبل اكس اخد فاليو اكس سمول. دي خلاص انا عارفها، يعني انا عارف ان خلاص انا سحبت، يعني مثلا بسحب ورقتين من كوتشينا فانا عارف ان انا اول مره طلع لي مثلا كينج، وعايز اعرف ايه البروبابيلتي ان في ثاني مره يطلع لي كينج ثاني، بس انا خلاص عرفت اول سحبه ايه. طيب الجوين يعني خلينا ناخد مثال الكوتشينا ده كده للتو سيناريوز. عندي كده مجموعه ورق كوتشينا وجيت كتبت لكم كده اكس وواي
ده كده هتوفر كي فور كينج. دي كده هتفسروها بايه؟ انا اكس ده الراندوم فاريبل الاول سحبه، واي الراندوم فاريبل الثاني سحبه. ممكن حد كده يقول لي النوتيشن دي كده هيفسرها بكلام ازاي؟ صح، انا عايز اعرف ايه البروبابيلتي to have king in first draw and king in second draw. انا ما فيش حاجه حصلت اصلا لسه، انا عايز اعرف ايه البروبابيلتي ان انا اجي اسحب اول ورقه يطلع لي كينج واسحب ثاني ورقه يطلع لي كينج. دي الجوينت. طب عشان نفهم الفرق اكتر خلينا بقى نكتب الكونديشنال. دي كده عشان تفهموا منها ايه؟ احنا قلنا الواي دي تاني سحبه والاكس دي اول سحبه. حد كده يترجمها لي ما تخافوش يلا. صح. ايه البروبابيلتي تو هاف كينج ان سكند رو جيفن ان ا كينج كيم ان فيرست درو؟ انا خلاص سحبت كينج في اول سحبه ولسه بس عايز اعرف بقى البروبابيلتي ان انا اسحب كينج في ثاني سحبه. تمام. طيب الكونديشنال بي دي اف دي ممكن حد فيكم يقول لي هتطلع الفاليو بتاعتها بكام؟ 3 على كام؟ صح. عدد درجه الكوشينه كام يا شباب؟ 52. يبقى 3 على 51. انا عندي 4 كينجز، في واحد خلاص اوريدي اتسحب، فانا كده يبقى اللي فاضل عندي 3، فيبقى الفاليو في الكيس دي مثلا هتبقى 3 على 51. تمام. طيب لو عايز احسب بقى الكونديشن الجوين بي دي اف، هنلاقي ان الجوين بي دي اف شباب خلينا نرجع لهنا كده، ان الجوين بي دي اف الجنرال رول بتاعها ان هي عباره عن الكونديشنال بي دي اف في المارجنال بي دي اف بتاع الاكسبيرمنت اللي اوريدي حصلت. يعني خلينا كده نبص على الكلام ده، انا عايز اعرف ايه البروبابيلتي ان اكس ياخد فاليو اكس سمول واي ياخد فاليو واي سمول. فده هيساوي ايه؟ البروبابيلتي ان تاني ايفنت يحصل جيفن ان اول ايفنت حصل في البروبابيلتي اصلا ان اول ايفنت ده يحصل. ما انا ما اعرفش اول ايفنت ده هيحصل بروبابيلتي قد ايه. تمام؟ مفهوم يا شباب ولا ايه؟ لا هو احنا اصلا لحد دلوقتي لسه ما دخلناش في راندوم بروسيس، انا بتكلم على راندوم فاريبلز حاجه مش فانكشن في تايم. يعني ممكن اقول ان انا مثلا بسحب مثلا ورقه كوتشينه وفي نفس الوقت برمي كوين، اي حاجتين مع بعض، اخد كره من صندوق ومش عارف احطها في صندوق تاني وبعد كده اخد كره من الصندوق التاني. يعني هي مش راندوم بروسس، ومش لازم يعني مش لازم يعني مش لازم يكون من نفس الراندوم بروسس. تمام. دي طيب بص احنا قلنا الجوينت هي عباره عن ايه؟ البروبابيلتي ان تو ايفنتس يحصلوا مع بعض. طيب فده هيساوي ايه؟ ان البروبابيلتي ان واحد من تو ايفنتس يحصل جيفن الايفنت الاول حصل فيه الحاجه اللي انا عايزها اللي هي دي الكونديشنال بي دي اف. ده تعريف الكونديشنال بي دي اف اللي احنا سائلينه. في البروبابيلتي اصلا ان الايفنت اللي انا قلت ان هو حصل ده ان هو يحصل اساسا. يعني كده خلينا نأسيوم حاجه، لو جيت قلت لك مثلا انا عايز اعرف ايه البروبابيلتي ان انت ان شاء الله في الميد ترم تجيب الفول مارك وفي الفاينل تجيب الفول مارك. تمام؟ فهقول ايه؟ بس هم دول مش هيبقوا اندبندنت. طب يعني غالبا ما اخدش المثال ده عشان دول كده اصلا مش اندبندنت على بعض. مش مشكله ده ايه؟ هنا انا بيزد على بيزد اللي انا كاتبه هنا الثاني هو الواي. الترتيب بتاع دول في الجوينت ما بقاش فارق، دي او دي او دي قبل دي، يعني الكومه مش فارقه في حاجه، انما هنا الشرطه دي الواي بيبقى هو الايفنت اللي لسه ما حصلش، واللي بعد الشرط يبقى ده الايفنت اللي اوريدي انا عارف الاوتبوت بتاعه. تمام؟ طيب لحد كده مفهوم يا شباب؟ صح، بس خلينا نشرحها بشكل افضل لما ندخل في الراندوم بروسيس، احنا هنبص لها بشكل مختلف. على حاجات راندوم، على حاجات مش فانكشن في التايم. بالظبط. لسه ما ندخل في الراندوم بروسيس هنتكلم بقى، لو انا ببص مثلا عند تايم تي 1 ده بيعبر لي عن راندوم فاريبل وده بيعبر لي عن راندوم فاريبل تاني، هنتكلم عليه اكتر. تمام؟ لا الجوينت بتتحقق في الاثنين. هو الديفينيشن بتاعها ان انا عندي تو راندوم فاريبلز
تمام؟ او حتى لو عايز احسب ان هم تو راندوم بروسيس، انا عايز اعرف ان الاثنين يحصل لهم نفس الفاليو. بس لو انا بتكلم عليها كراندوم بروسيس هيدخل معايا التايم كمان كفانكشن او كفاريبل معايا. لا لا هي مش راندوم، لسه ما اتكلمناش عليها في الحته دي، لسه ما ادخل في راندوم بروسيس، لسه بتكلم بس دلوقتي في الكيس السهل قوي ان انا عندي تو راندوم فاريبلز بيلعبوا لي على اي حاجتين. تمام. الجوينت بقى الاثنين اتوقع مثلا ان انا مثلا الاقي هنا حاجه معينه وهنا حاجه معينه. بالظبط كده، لسه انا ما اعرفش، ما فيش حاجه منهم حظت. عايز اقول لك ايه البروبابيلتي ان مش عارف انت تحضر وزميلك يحضر اي حاجه. تمام. الثانيه بقى الكونديشنال، انا اوريدي عرفت واحده خلاص. تمام. فدي اللي انا بضرب في المارجنال بروبابيلتي بتاعتي. طيب ركزوا معايا يا شباب بعد اذنكم. طيب لحد كده تمام. طيب عايز اسالكم سؤال، لو جيت دلوقتي غيرت البروسيس او الاكسبيرمنت اللي انا بتكلم عليها، بدل ما انا بحسب بسحب ورق من الكوتشينه، جيت قلت لكم ان انا عندي تو اكسبيرمنتس. الاكسبيرمنت الاولانيه ان انا بعمل توس لكوين وهسمي الراندوم فاريبل بتاعها اكس، والثانيه ان انا بعمل اي حاجه مثلا بسلكت كارد وده هديله راندوم فاريبل واي. يعني جيت رميت كوين تمام، وجيت اخترت ورقه كوتشينه من مجموعه كوتشينه. لو جيت قلت لكم ايه البروبابيلتي ان انا يطلع لي في الكوين اللي هي راندوم بروسيس اكس هيد جيفن ان انا سحبت كينج من الكوتشينا، ايه؟ لا انا لسه، انا بقول لك دي كونديشنال مش جوينت. يعني بقول لكم دلوقتي انا عندي تو اكسبيرمنتس، عايز اعرف ايه البروبابيلتي ان يطلع لي هيد لما ارمي كوين، وانتوا بقول لكم جيفن ان انا سحبت كينج من الكوتشينا. هل الكينج ده يفرق معايا؟ سحبت كينج، سحبت 10، سحبت اي حاجه؟ بالظبط، هي نفس البروبابيلتي، ان انا اسحب هيد، فده كده هيساوي البروبابيلتي ان انا اسحب هيد وخلاص اللي هتبقى بنص. طيب ده حصل ليه؟ ده حصل او يعني ليه قلنا كده؟ لان التو اكسبيرمنتس اصلا مش معتمدين على بعض. سوري دي معلش كده غلط. تمام؟ ففي الاخر الاثنين مش معتمدين على بعض، فوات ايفر اللي هيحصل لي في ايه في اول اكسبيرمنت هو مش فارق معايا، انا مش هعتمد عليه في حاجه. ففي الكيس دي احنا بنسمي التو اكسبيرمنتس دول independent experiments. يعني ايه independent experiments؟ يعني في experiment مش معتمد على التانية خلاص. طيب لو جيت قلت لكم في الكيس دي ان انا لو x و y independent ف f و y given x دي شباب هتساوي ايه؟ لا f of y given x لوحدها، يعني الترم ده لوحده هيساوي ايه؟ f of y بس. فتبقى الجوينت في الكيس دي اللي هي كنا بنقول ان هي بتساوي الجنرال رول بتاعها الكونديشنال في المارجنال بتاعت الحاجه اللي اتحققت. انتوا دلوقتي قلتوا بانهم اندبندنت، فدي بتساوي ال f of y، فيبقى كده هنا في الكيس دي الجوينت هتساوي ال f of y في ال f of x اللي هو حاصل ضرب الاثنين في بعض دايركت. بس ده في كيس ايه؟ ان الاثنين اصلا مش معتمدين على بعض. الاكسبيرمنت الثانيه مش هيتاثر عليها اللي هيطلع من الاكسبيرمنت الاولى. مفهوم لحد كده يا شباب؟ خدوا كده دي ابص على الكلام ده لحد كده، ولو حد عنده سؤال يسال قبل ما يدخل بقى بارت الراندوم بروسس. انا نسيت، صحيح ماشي. طيب معلش يا شباب صوت لحظه واحده بس، انا نسيت هنا بس
طيب بصوا معايا يا شباب، بصوا معايا يا شباب، احنا هنا كنا اتكلمنا على statistical properties في كيس السنجل راندوم فاريبل، احنا بنبص على المين وعلى الفاريانس. في كيس التو راندوم فاريبلز احنا برضو هنبص على نفس الحاجات، بس بدل ما ببص على الاكسبكتيشن بتاع سنجل راندوم فاريبل هبص على الاكسبكتيشن الاكس في الواي. طب ساعتها ده هيساوي ايه؟ هو تقريبا نفس القانون، بس بدل ما بينتجريت على راندوم فاريبل واحد هينتجريت على تو راندوم فاريبلز. فكان هنا عندي الاكسبكتيشن عباره عن دبل انتجريشن لاكس في واي في الجوين بي دي اف بتاعتهم في دي اوف اكس دي اوف واي. طب لو بتكلم على سميشن او سوري على ديسكريت فاليوز، يعني يبقى هصم على كل فاليوز الاي والجي، تمام؟ الاي والجي ده اللي هي البوسيبيليتيز بتاعت الاكس اللي ممكن الاكس تاخدها او اللي ممكن الواي تاخدها، تمام؟ طيب بدل الفارينس، احنا الفارينس في القانون عباره عن ايه؟ اكسبكتيشن اكس ماينس مين الاكس اول سكويرد. طب انا دلوقتي بقى عندي تو راندوم فاريبلز، فهيبقى اكسبكتيشن اكس ماينس مين الاكس في واي ماينس مين الواي، تمام يا شباب؟ طيب اخر برضو بروبرتي هنحتاجها قدام في المنهج، حاجه اسمها الاورثوجوناليتي، دي يعني فاهم اكتر قدام في المنهج. بس الاورثوجوناليتي دي هتتحقق امتى؟ يعني انت قول ان تو راندوم فاريبلز اورثوجونال، دي هتتحقق لما يبقى اكسبكتيشن اكس في واي يساوي زيرو، ماشي؟ طيب لحد كده يا شباب حد عنده سؤال؟ لا تاني؟ هو انت في الاخر راندوم فاريبل ده هيبقى لك عن ايه؟ هيبقى لك عن اوتبوت اكسبيرمنت، فايه اللي هيخليك تحتاج تو راندوم فاريبلز لاكسبيرمنت واحده؟ ما اعتقدش في حاجه. لو انت قلت مثلا انا جيت سحبت من صندوق كوره وجيت بعد كده سحبت كوره ثانيه، فهم دول تو اكسبيرمنتس مش اكسبيرمنت واحده. طب لو جيت قلت ان انا هسحب كورتين من الصندوق، يعني هسحب كده كورتين، فانت هتقول اللي هيطلع لك ايه؟ وايت 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 كذا. فانت لو هتبص عليهم ان هم حاجه واحده هيبقى راندوم فاريبل واحد، بس هم كده بقوا تو اكسبيرمنت. انت ممكن يطلع عندك وايت وبلو او وايت وايت او وايت وبلاك، فساعتها بقى هيبقى كده كده عندك تو اكسبيرمنت. صح، ما هو في الاخر صح. حلو، ما الاكسبيرمنت بتاعتك في الكيس دي، ما هو انت في الاخر كده انت يبقى عندك تو اكسبيرمنتس. انت لو عرفت ان انت بتسحب، انت بتقول تسحب حاجه، بتسحب رقم مثلا من صندوق مثلا، فانت دلوقتي انت عرفت ان انا عايز اشوف لما اسحب رقم من صندوق يطلع لي اكبر من 3، صح؟ فدي كده اكسبيرمنت. عايز اسحب من الصندوق هيطلع لي حاجه اكبر من 1، فما دي برده كده اكسبيرمنت. لا، ما انت في الاخر انت يعني لما تيجي انت قلت التعريف مظبوط، اللي هو ايه؟ ان انا في الاخر عندي سامبل سبيس هشوف اللي هيطلع منها، الراندوم فاريبل بيعرف لي اللي هيطلع منها، صح؟ طب هل انت السامبل سبيس في الحالتين نفس الحاجه؟ يعني ما اقول لك ايه او يعني ايه اللي جوه السامبل سبيس في اول كيس ان هو حاجه اكبر من الواحد؟ هتقول لي مثلا 1 2 3 4 5 6 مثلا، لو اخرنا 6. طب ايه السامبل سبيس لو انت الحاجه بتاعتك اكبر من 3؟ 3 4 5 6. ايوه بس صح، بس انت الاول بوسيبل فاليوز في الاكسبيرمنت اللي انت بتعملها، يعني هل الاثنين ليهم نفس الفاليو؟ يعني هل الاثنين نفس السامبل سبيس هنا نفس الحاجه؟ انا قصدي ايه؟ ان الراندوم فاريبل هيبقى سب سيت من السامبل سبيس. صح، بس انت في الاخر الراندوم فاريبل مش بيعبر عن السامبل سبيس، يعني في الاخر اما بتكلم على اكسبيرمنت دي مش معناها ان دي سامبل، يعني ان خلاص دي سامبل سبيس يبقى دي اكسبيرمنت واحده. لا، ما انت عندك سامبل سبيس خدت منها سيكشن، فده كده لما تتعامل مع السيكشن ده يبقى انت كده بتعرف اكسبيرمنت. لو عملت حاجه ثانيه يبقى انت بتعرف اكسبيرمنت ثانيه. يعني لو جيت قلت لك مثلا عندك كوتشينه بتسحب منهم كينج، فدي كده اكسبيرمنت. قلت لك طب هتسحب منها كوين، دي اكسبيرمنت ثانيه، تمام؟ مفهوم لحد كده يا شباب؟ شباب اللي ورا مش عايز صوت. حلو، بس الاكسبيرمنت نفسها هتبقى ايه؟ يعني ايه البوسيبل اوتكمز من الاكسبيرمنت دي؟ هل لو طلع عندك واحد هل ده اوتكم من الاكسبيرمنت؟ يعني في الاخر الراندوم فاريبل في الكيس دي انت هيطلع لك حاجه من واحد لحد سته، صح؟
انت بقى بتقول عايز تعرف ايه البروبابيلتي ان الرقم يبقى اكبر من 3، تمام؟ فده كده انت بتحسب البروبابيلتي بتاعت سيرتن او سيرتن اوتبوت مطلوب في الاكسبيرمنت دي. فانت في الاخر كان عندي راندوم فاريبل اسمه اكس، الاكس ده بيعبر لي عن البوسيبل اوتكمز اللي بتطلع، تمام؟ طيب لو جيت قلت لك بقى ايه البروبابيلتي ان الاكس بيساوي 2، هيطلع لو مثلا بنتكلم على دايس هيطلع مثلا 1 على 6 صح؟ اكس اكبر من 2 هتقعد تجمع وتشوف هيطلع كام بالظبط وهكذا. ده كده البروبابيلتي اللي احنا بنتكلم عليه. طيب هل كده الراندوم فاريبل ده يعني لو مثلا بقول لك ايه البروبابيلتي ان اكس اكبر من 3 ده هتسميه براندوم فاريبل، لو قلت لك البروبابيلتي ان اكس اكبر من 5 هتقول لي انا محتاج راندوم فاريبل تاني؟ لا، تمام؟ مفهوم لحد كده يا شباب؟ البوسيبل اوتكمز 6، فعشان كده هي نفس الاكسبيرمنت. لو جيت مثلا قلت لك ان انا لا ده انا عندي مش برمي دايس مثلا بسحب من كروت من 1 او مثلا من 9 ل 15 فده كده يبقى اكسبيرمنت ثانيه او دي سامبل سبيس ثانيه باكسبيرمنت ثانيه براندوم فاريبل ثاني، تمام؟ بالظبط، اللي هو في الاخر بيعبر لك عن البوسيبل اوتكمز اللي ممكن تطلع، تمام؟ ماشي لحد كده يا شباب؟ ما زي ما قلنا هنا يا شباب الفارينس ان انا لو انا عندي سي مثلا جاوسن ديستريبيوشن فالمين بتاعي مثلا 1 0 اي فاليو، الفارينس ان انا بديفييت او ببعد قد ايه؟ الكوفارينس ده بارامتر. طيب هقول لك بيعبر لك عن ايه؟ طيب بصوا يا شباب انتوا عرفتوا حاجه اسمها الاندبندنس، يعني اتكلمنا دلوقتي ان انا عندي تو راندوم فاريبلز يعني ايه اندبندنت صح؟ يعني ايه اندبندنت؟ مش معتمدين على بعض، ما فيش اي علاقه ما بينهم، يعني مثلا لو قلت لك ان انا حاجتين يعني حاجتين مش يعني لو حاجه مش هتأثر على الثانيه خالص، تمام؟ في تعريف ثاني عندنا هنكتبه كده هنا اسمه الكوريليشن. يعني ايه الكوريليشن؟ يعني ان التو راندوم فاريبلز في ما بينهم يعني لو قلت لكم عندي اكس واي في ما بينهم كوريليشن يبقى ده معناه ان هو في ما بينهم لينير ريليشن. يعني مش مجرد ان هم معتمدين على بعض بس، لا دول كمان في الريليشن دي معتمد على بعض، يعني لو زدت في مش عارف في درجه الميد ترم فانت يبقى ايه؟ لازم تكون لينير ريليشن. يبقى ساعتها دول بنسميهم uncorrelated بس dependent، يعني معتمدين على بعض بس مش correlated. يا بص انا عندي حاجتين independent و uncorrelated. لو انا independent يعني مفيش اي relation ما بين التو random variables يبقى اكيد ابقى uncorrelated، ما هو مفيش relation فاكيد مش عارفين ايه relation فدي اكيد متحققه، تمام؟ طب لو انا uncorrelated يعني بقول لك مفيش linear relation ما بين الاثنين، هل ده اكيد ان انت independent؟ ممكن يكون في relation بس مش linear. فيبقى السهم في العكس ده كده مش صح. مش دايما لو انا uncorrelated هكون independent. بس لو انا independent هكون uncorrelated. فمعنى independent يعني مفيش اي relation. طب معنى dependent ان في relation بس انا مش عارف نوعها ايه. طب معنى uncorrelated مفيش linear relation. طب معنى uncorrelated في linear relation يعني في relation وكمان relation دي روحها linear. طب ارجع بقى لسؤالك، ايه فايده الكوفاريانس ده؟ الكوفاريانس ده بيحدد لي يعني احنا قلنا ان انا عشان اثبت ان انا اندبندنت هثبت ان المارجنال بي دي اف بتساوي الجوينت. طب عشان اثبت ان انا كوريليتد او انكوريليتد لو انا الكوفاريانس ده ايكوالز تو زيرو يبقى ده معناه ان انا انكوريليتد. ففي الاخر ده ستاتستيكال بارامتر بستخدمه عشان احسب الكوريليشن ما بين تو راندوم فاريبلز، تمام؟ طيب خلينا بقى يا شباب ندخل في الجزء الثاني، جزء الراندوم بروسيس. اللي احنا عملناه في جزء الراندوم فاريبل هنعيده مره ثانيه على جزء الراندوم بروسيس، بس هو ايه الاختلاف؟ يعني خلينا كده نفتكر نرجع لاول السكشن، كان ايه الاختلاف اصلا ما بين الراندوم بروسيس والراندوم فاريبل؟ ان في الاخر الاوتبوت بتاعي كمان بيبقى فانكشن في التايم، يعني هنا كانت البوسيبل اوتكمز لاي اكسبيرمنت فاليوز زي ما باشمهندس منكم قال ان انا ايه بماب حاجه الارقام او بماب حاجه مثلا لهيد تيل كوين كينج كده، انما هنا الاوتبوتس بتاعتي هتبقى يا اما سيجنال نمبر 1 يا اما سيجنال نمبر 2 يا اما سيجنال نمبر 3 لو احنا بنتكلم على السيناريو ده. طيب لو جيت قلت لكم ان انا وقفت الوقت او يعني جيت وبصيت في وقت محدد انا بس هكبر يعني انا هبص في وقت محدد يعني سنجل انستنت بس انا هكبر كده البوكس شويه عشان يبقى ايه باين بالنسبه لكم. لو انا ببص في الانستنت دي هي انستنت ثابته يعني انا بس مكبر بس انا يعني بتكلم عن النقطه دي وخلاص مثلا، تمام؟ كده
البوسيبل اوتكمز بتاعتي في الانستنت دي فانكشن في التايم فانكشن في راندوم فاريبل. يعني كاني كده لو انا وقفت عند كل تايم بالنسبه لي في السيجنال اللي بتطلع ده هيبقى راندوم فاريبل 1 ده راندوم فاريبل 2 وهكذا. يعني طبعا كونتينوس وكاني بقى عندي انفاينايت راندوم فاريبلز. فيبقى انا لو بقول ان عندي فانكشن اسمها اكس اوف تي لو جيت كده قلت اكس عند تي 1 يبقى كده كاني انا بعمل ايه؟ بتكلم على سنجل راندوم فاريبل. يبقى كاني كده بقول ان الراندوم بروسيس هي مجموعه من الراندوم فاريبلز. طيب يبقى اقدر كده خلاص استخدم نفس الاستاتستيكال بروبرتيز اللي احنا اتكلمنا عليهم في ان انا اعبر عن السيجنال بتاعتي، بس هزود بقى عليهم شويه حاجات لو هبتدي بقى ابص الريليشن ما بين الراندوم فاريبلز دي نفسها. ماشي انا الفرق ما بين ايه؟ بص الراندوم بروسيس الاوتبوت المتوقع بتاعك هو بيتغير مع الوقت. تمام؟ فبقى لو جيت قلت ان انا مثلا عندي زي هنا ان انا اللي بيتغير في كفاريبل هو الفريكوانسي، فخلاص هو لو وانس ان السورس طلع فريكوانسي معينه هيفضل ثابت عليها، بس هو هيطلع ايه مش عارف. فكده يبقى انا هنا يا اما هطلع دي لا دي لا دي. طب لما اجي ابص عن سيرتن تايم يبقى انا كاني وقفت وببص هنا، فيا اما هطلع الفاليو دي للفاليو دي للفاليو دي. طب لو جيت عند تايم مختلف يبقى جيت مثلا هنا يبقى انا يا اما هاخد الفاليو دي يا اما الفاليو دي يا اما الفاليو دي. فكده لو انا موقف الوقت يبقى كاني رجعت الكيس ايه ان انا خلاص كنسلت التايم، فكده رجعت الكيس الراندوم فاريبل. تمام؟ طب لو وقفت الراندوم فاريبل قلت خلاص يا جماعه انا عرفت اللي هيطلع ايه، بس دي كيس مش حقيقي يعني هو السيل هيفضل راندوم، فانا طلع لي دي، فكده يبقى كانك رجعت، بس دي طبعا مش كيس حقيقيه للديترمينست. انا قلت لك عن تايم كذا هتعوض في الايكويشن واشوف اللي هيطلع بالظبط. تمام؟ طيب فكده يبقى انا اول حاجه اقدر اتكلم عليها هنا اكسبكتيشن اكس اوف تي 1. الافرج عباره عن ايه يا شباب؟ لسه معرفينه. يبقى كانه انتجريشن للبوسيبل فاليوز اللي اكس ممكن تاخدها في انتجريشن سوري في البي دي اف بتاعت اكس عند تايم تي 1. وانتجريت على البوسيبيليتيز بتاعت الاكس عندي. يعني كده وقفت عند تايم تي 1 وبشوف بقى كل البوسيبل فاليوز وانتجريت عليها. طب لو انا اسال اسال صح. فانا مثلا لو انا جيت عند اتش تايم مثلا كده فانا عندي كذا راندوم فاريبل. لو انا جيت وقفت عند تايم واحد صح؟ اه وبصيت اللي هيطلع بالظبط كان بقى عندك في الوقت ده انت تقدر تعبر عن البوسيبل اوت كمز براندوم فاريبل. تمام. لو رحت عند وقت تاني يبقى محتاج راندوم فاريبل جديد لان اساسا الفاليوز انا ما اعرفش هل هتفضل نفس الفاليوز ولا لا صح؟ اه يعني انا كل اكسبيرمنت مش هتعمل بالظبط. يعني انا بقول لك انا لما اوقف التايم كان يبقى عندي انا راندوم فاريبل التايم ده. لا ما هو ده اللي احنا بنقوله ان انت ادي مثلا عندك مالتيبل ويف فورمز لو وقفت عند التايم ده فهتسمي راندوم فاريبل للتايم ده بيعبر لك عن البوسيبل اوت كمز في الوقت ده. لو جيت عند وقت تاني هتعمل نفس الكلام براندوم فاريبل جديد وهكذا. كده كذا راندوم فاريبل احنا هنا ما بنتكلمش على راندوم فاريبل، احنا هنا بنتكلم على راندوم بروسيس. يعني الراندوم فاريبل هنا بيمثل لك ايه؟ البوسيبل اوت او الاكسبيرمنت هنسميها ايه؟ البوسيبل اوت كمز عن تايم تي 1. طب البوسيبل اوت كمز عن تايم تي 2 واكسبيرمنت تاني. بس هنا انت مش محتاج تقعد بقى تقول ان هي اني اكسبيرمنت لان في الاخر انت بتتكلم على ايه؟ على راندوم بروسيس اللي هي الحاجه الاشمل اللي هي فيها التايم وفيها الراندوم فاليو. تمام؟ الايه؟ الاكسبكتيشن يطلع كونستنت؟ لا يعني انت ده هيطلع لك كونستنت فاليو. اه؟ صح ممكن عند وقت تاني يطلع لك هو هيطلع لك كونستنت برضه بس مش بنفس الفاليو. ده لسه بقى هنتكلم عليه دلوقتي فكره يعني السيجنال ستيشنري ولا لا. بس لحد كده مفهوم يا شباب؟ طيب خلينا طب نتكلم على الجزئيه دي. طيب قبل ما نتكلم عليها لو او ايه خلينا طيب نتكلم على الجزئيه اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي. تمام صح بس Thank you.
طيب بصوا يا شباب، انتوا زميلكم انا كان بيسال سؤال من شويه، سؤال كويس. ايه السؤال ده؟ بيقول لو احنا جينا دلوقتي بصينا هنا عند الوقت ده مثلا، هجيب راندوم فاريبل واقدر اجيب الستاتستكس بتاعته، الاكسبكتيشن، الفارينس، وات ايفر انا عايز اجيب ايه بالظبط. طيب هسمي مثلا ده راندوم فاريبل 1. طيب لو جيت عند وقت كده تاني هنا مثلا، وهسمي ده راندوم فاريبل 2، هل لو جبت الاستاتستكس بتاعته انا جيت حسبت المين، هل المين اللي بتاع الاثنين هيطلع نفس الفاليو؟ ما اعرفش يعني لحد دلوقتي لسه ما اعرفش، يعني ممكن يطلع ممكن يطلع لا. فدي بقى بروسيس، او يعني دي كده كرايتيريا عايزين نتكلم عليها بالنسبه لكيس الراندوم بروسيس. ايه الكرايتيريا دي يا شباب؟ ان انا لو بتكلم على ستيشنري سيجنال او ستيشنري راندوم بروسيس، تمام، ده معناه ايه؟ ان انا لو جيت في اي وقت وقفت في الوقت ده وجبت الاستاتستكس بتاعت السيجنال او بتاعت الراندوم بروسيس ما تتغيرش مع الوقت. يعني ده تعريف ان انا ستيشنري او ستريكتلي ستيشنري راندوم بروسيس. يعني ايه؟ يعني انا في اي وقت هبص هلاقي ان الاستاتستيكال بروبرتيز doesn't change. هاجي في اي وقت ابص على البروبابيلتي بتاعتي مش هتتغير، الاستاتستيكال بروبرتيز مش هتتغير، احسب المين عن تايم تي 1 عن تايم تي 2 عن تايم تي 3 مش هيتغير. طيب الستريكت ستيشنري مش ده بس الحاجه الوحيده، مش المين بس اللي ببص عليه، لا ده انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل كده كونديشن صعب شويه، هقول ان لو انا عايز اثبت ان انا ستريكتلي ستيشنري راندوم بروسيس، عايز اثبت ايه؟ عايز اثبت ان الجوين بي دي اف ان اكس عن تايم تي 1، يعني كل واحد من التايم دول بيمثل راندوم فاريبل، ان اكس عن تايم تي 1 وتايم تي 2 لحد تي كي ياخدوا فاليوز اكس 1 اكس 2 اكس كي، عايز اثبت ان الجوين بي دي اف دي بتساوي نفس الجوين بي دي اف لو اتشفت بتايم تاو. طب ايه الكي وايه التاو؟ فور اني فاليو اوف كي وفور اني فاليو اوف تاو. يعني لو جيت كده في اي 10 مثلا انستنس حسبت الجوين بي دي اف وشفت باي تايم، جيت احسب الجوين بي دي اف مره ثانيه عايزهم يطلعوا نفس الحاجه. طيب تتوقع اصلا او يعني لما تيجي تبص على الكونديشن ده، هل الكونديشن ده لو قلت لحد يا جماعه انا عايزكم تثبتوا لي، جبت لكم سؤال عايزكم تثبتوا لي مثلا الكونديشن ده، هل هتعرفوا؟ انا اصلا بتكلم على كونتينوس سيجنال، فبقول لكم عايزكم تقفلوا لي مره في الوقت ده وهنا 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 وبعد كده تشفتوا شويه وتتاكدوا، بعد كده تروحوا عند وقت ثانيه وتشفتوا وتسجلوا. كونديشن مستحيل ان انت تعرف تثبته، تمام؟ فهو كونديشن ثيوريتيكال شويه. طيب عشان نبسط على نفسينا هنبتدي نخفض الكونديشن ده. طيب هنقول ايه؟ هنقول ان احنا عايزين نبقى فيرست اوردر ستيشنري. فيرست اوردر ستيشنري يعني ايه؟ يعني عايز اثبت ان الاكسبكتيشن بتاع الاكس اوف تي، يعني الاكسبكتيشن بتاع الاكس عند اي وقت بيساوي كونستنت. يعني لو جيت حسبت الافرج عن تايم تي 1 يساوي الافرج عن تايم تي 2 يساوي الافرج عن تايم تي 3 يساوي الافرج عند يعني يساوي الافرج لو حسبته عند اي وقت. ده بنسميه الفيرست اوردر ستيشنري، تمام؟ طيب يعني هنا لو هكتبها حتى بالتفصيل اكتر شويه، اقول اكسبكتيشن اكس اوف تي 1 بتساوي اكسبكتيشن اكس اوف تي 2 بتساوي اي اكسبكتيشن اوف اكس عند اي تي تساوي كونستنت. يعني في الاخر كده الافرج بتاعي ما يبقاش فانكشن في التايم، هحسبه في اي وقت هديه نفس الفاليو. طيب ده بنسميه الفيرست اوردر ستيشنري. طيب لو عايز اصعب شويه
هنقول حاجه تانية. هقول يبقى انا بدل ما اتكلم على سنجل تايم، لا انا هجيب الاكسبكتيشن عند تو ديفرنت تايمز. يعني هقول عايز اكسبكتيشن ان اكس عن تايم تي 1 مضروب في اكس عن تايم تي 2 يكون بيساوي الفانكشن في التايم ديفرنس، او اكسبكتيشن الفانكشن في التايم ديفرنس بين الاثنين دول. يعني عايز اكسبكتيشن اوف اكس اوف تي 1 في اكس اوف تي 2 يساوي اكسبكتيشن اكس اوف تي 2 ماينس تي 1. ايه الفرق بين دي ودي؟ ان انا بص ان انا اكون فانكشن في التايم ديفرنس، بمعنى ان لو دي مثلا تي 1 وده تي 2 انا بحسب الاكسبكتيشن بتاع الراندوم فاريبل ده هنا وهنا، تمام؟ طيب لو قلنا ان الفرق بين الاثنين دول مثلا 3 او تاو، خلينا نسميها تاو مثلا. فانا لو جيت عند اني تو انستنس، لو بدل ما اجي هنا وهنا مثلا جيت هنا و هنا وحسبت نفس الاكسبكتيشن ده، بس لازم حاجه واحده تكون متحققه ما بين الاثنين دول، ان الفرق ما بينهم برضو يفضل تاو. فانا عايز برضو ان الفاليو دي تفضل بنفس، يعني الفاليو بتاع الاكسبكتيشن تفضل نفس الحاجه. فده الفرق بين ده وده، ان الفرق او الاكسبكتيشن ما يبقاش فانكشن في الابسوليوت فاليوز، يبقى فانكشن في التايم ديفرنس ما بينهم بس. يعني لو جيت حسبت اكسبكتيشن، يعني الكونديشن ده عشان يتحقق يبقى ايه هنا؟ لا هنا انت بتحسب الانستنت واحده مش الاثنين مضروبين في بعض. ده عايز يساوي كونستنت بالظبط، يعني يساوي كونستنت مش فانكشن في التايم ديفرنس. انما ده ممكن يكون فانكشن في التايم، بس يكون فانكشن في التايم ديفرنس مش في ابسولوت فاليو. لا لا دي مش نيجاتيف، ده انا بس عشان كنت مسحته ما كملناش. تمام؟ طيب الكونديشن ده يا شباب عشان مهم بالنسبه لنا او بيثبت لنا يعني او بنهتم بيه عشان الناس في الاستاتستكس بتاعته، بنسميه الاوتو كورليشن. وبنرمز له بالشكل ده ار اكس اوف تي 1 وتي 2، ده بنسميه يا شباب الاوتو كورليشن. ويبقى ساعتها كده عشان الكونديشن ده يتحقق يبقى معناها ان الار اكس تكون فانكشن في التايم ديفرنس، اللي هي برضه بنقول انها بتساوي فانكشن اوف تاو وخلاص. تمام؟ فده كده لو الكونديشن ده اتحقق، ان انا لو حسبت الاوتو كورليشن لقيته فانكشن في التايم ديفرنس بس، يبقى كده معناه ان انا سكند اوردر ستيشنري. طيب ارجع للكيس الستريكت بقى، بدل ما هنتكلم على الستريكت ستيشن راندوم بروسس اللي انا ما بعرفش احسبها، هتكلم على حاجه اسمها وايد سنس ستيشنري راندوم بروسس، بنسميها دايما دبليو اس اس. ال WSS دي عشان تتحقق انا عايز تو كونديشنز يتحققوا، الفيرست اوردر ستيشنري والسكند اوردر ستيشنري. يبقى انا كده عايز ايه اللي يحصل يا شباب؟ ان اكسبكتيشن الراندوم بروسيس بتاعتي ما يبقاش فانكشن في التايم، وتاني حاجه ان الاوتو كورليشن بتاع الراندوم بروسيس بتاعتي يبقى فانكشن فيها يا شباب في التايم ديفرنس بس. لو لقيت ان التو كونديشنز دول اتحققوا، بس لازم يتحققوا مع بعض مش واحد واحد، لا يبقى انا كده وايد سنس ستيشن راندوم بروسس. مفهوم لحد كده؟ حد عنده سؤال؟ طيب كويس. 125 ماينس ماشي. طيب لو انا جيت قلت لكم ان انا عندي سيجنال او راندوم بروسيس ستريكتلي ستيشنري، يبقى انا هكون وايد سنس ستيشنري ولا لا؟ لو انا ستريكتلي ستيشنري راندوم بروسيس، هل هكون وايد سنس ستيشنري؟ لان ده الجنرال كونديشن، انا هنا خدت الفيرست اوردر والسكند اوردر فيه بس. فانا لو ستريكتلي ستيشنري فاكيد هكون وايد سنس ستيشنري. طب لو العكس؟ لا الكيس دي مش هتتحقق يا شباب، ان انا لو وايد سنس ستيشنري هكون ستريكتلي سنس ستيشنري، مش هتتحقق غير في كيس واحده، لو انا اساسا الراندوم بروسيس دي ليها جاوسيان ديستريبيوشن. اثبتوا ان هي ستريكتلي ستيشنري بتتحسب بماثيماتيكال مودلز، مش بتاخد الايكويشن بتحسبها، يعني مش بتاخد سيجنال تجرب تشوفها، يعني مش بتاخد مثلا اي سيستم عندك تشوف هو ستريكتلي ستيشنري ولا لا. فدي اثبتت ماثيماتيكالي، بس انت ما تقدرش تثبت دي، انت تثبت دي وتشوف لو انت جاوسيان ديستريبيوشن يبقى خلاص تطبق السيري. تمام؟ ماشي لحد كده يا شباب؟ تمام. طيب
اخر حاجه بقى نبتدي ندخل في الشيت. معلش انا طولت شويه. المفروض الجزء ده يا شباب انتوا خدتوه في الليكتشر امبارح. لو انا قلت ان انا عندي وايز سنس ستيشن راندوم بروسيس تمام، وقلت لكم ان انا عندي الاوتو كوريليشن، وجبت الفورير ترانسفورم بتاعه، هيديني ايه؟ الباور سبيكترال دينستي بالظبط كده بتاع الراندوم بروسيس دي، والعكس صحيح. لو جبت الانفرس فورير ترانسفورم بتاع الباور سبيكترال دينستي هيديني الاوتو كوريليشن بتاع السيستم بتاعي. تمام يا شباب؟ طيب اعتقد كده احنا خلاص. خلينا بقى ندخل في الشيت. في حد يا شباب لسه يكتب حاجه هنا؟ طيب بصوا يا شباب، هو الشيت هنا ما فيهوش افكار يعني صعبه قوي، واحنا مجرد بس عايزين نطبق السيريز اللي احنا اتكلمنا عليها، نشوف بقى في مسائل حقيقيه نثبت الكلام ده ازاي. تمام؟ طيب اول سؤال ده تقريبا حاجه احنا كنا اتكلمنا عليها من شويه، بيقول ان احنا عندنا سورس، السورس ده بيجنريت ساينوسويدال سيجنال تمام، بس بيقول ان الفريكوانسي اللي هو بيجنريت بيها بيحصل فيها شيفت شويه، فبقى الفريكوانسي اللي انا ببعتها اللي هي اف دي بقت راندوم، والراندوم ديستريبيوشن بتاعها يونيفورم من 0 لاف نود، يعني هي ممكن تاخد فاليوز من 0 لحد اف نود بيونيفورم ديستريبيوشن. طيب طالب مني ان احسب المين، وبيقول لي تشيك هل انا وايت سنس ستيشنري ولا لا. تمام؟ طب اول حاجه كده يا شباب، انا الاكس ده بيمثل لي ايه؟ راندوم بروسيس، لان هو فانكشن في راندوم فاريبل اف وي فانكشن في التايم. جميل جدا. طيب يبقى انا كده عايز احسب اكسبكتيشن الاكس اوف تي هيساوي يا شباب؟ نقوله يلا. صح، انتجريشن للاكس اوف تي في البروبابيلتي دينستي فانكشن بتاعت الحاجه الراندم بتاعتي. ايه الراندم هنا؟ لا لا ماشي، بس انا كده عايز اجيب البي دي اف بتاعت الاف صح؟ يبقى انا كده باني بجيب البروبابيلتي دينستي فانكشن بتاعت الاف وباينتجريت هنا على دي اوف اف يا شباب. تمام؟ طيب يبقى كده كده بقول لك انتجريشن ل A كوزاين 2 باي اف كابيتال اوف تي، وعايز احسب البي دي اف. طب هو مديني البي دي اف قايل لي عنها ايه بالظبط؟ بيقول لي ان هي يونيفورم ديستريبيوشن، يونيفورم ديستريبيوتد من 0 لحد اف نود، يعني هي كونستنت بالمنظر ده في الرينج ده، واذروايز هي بصفر. طب انا اعرف ايه عن البي دي اف؟ مش الانتجريشن بتاعها في 1؟ يبقى لازم الاريا اندر الكيرف دي بتساوي 1، فيبقى في كيس اليونيفورم ديستريبيوشن هلاقي ان البي دي اف بتاع يونيفورم ديستريبيوشن سيجنال هيساوي الماكسيمم فاليو ماينس، او سوري بقى، 1 على الماكسيمم فاليو ماينس المينيمم فاليو. يعني في الكيس دي هيساوي 1 على اف نود ماينس 0، يعني هيساوي 1 على اف نود. بس الكلام ده من كام لكام؟ من 0 لحد اف نود.
يبقى اقدر كده انا اشيل البي دي اف دي او الفاليو بتاعت البي دي اف واحط عليها اكتب مكانها واحد على اف نود، وهيبقى الانتجريشن هنا بقى بدل من نيجاتيف انفينيتي لحد انفينيتي هيبقى من زيرو لاف نود بس، لان اذروايز البي دي اف بتساوي صفر. تمام. طيب لو حلينا الانتجريشن ده، وخلي بالكوا يا شباب انا بانتجريت على ايه؟ على التايم ولا على الفريكونسي؟ على الفريكونسي، محدش ينسى الكلام ده. ماشي. يبقى كان عندي كده هنا واحد على او ايه على 2 باي اف نود تي في ساين 2 باي اف نود اوف تي. ساين 2 باي اف نود اوف تي على 2 باي اف نود اوف تي يا شباب هيدينا ايه؟ سينك. فكان كده عندي هنا ايه في سينك 2 اف نود اوف تي. ده كده الاكسبكتيشن بتاع الراندوم بروسيس بتاعي. هل في مشكله كده؟ طيب في السؤال ده هو بيقول لي انا عايز اشوف هل انا وايت سنس ستيشن راندوم بروسيس ولا لا. هو انا عشان اثبت اصلا وايت سنس ستيشن محتاج اثبت ايه؟ ان ما يكونش فانكشن في التايم، والاوتو كورليشن ما يكونش سوري يكون فانكشن في التايم ديفرنس. فبين اول كونديشن اصلا اللي هو المين طلع فانكشن في التايم ديفرنس، انا مش هحتاج اروح للكونديشن الثاني. انا خلاص يبقى انا كده سنس ان المين نوت فانكشن او سوري سنس ان المين فانكشن اوف تايم، يبقى انا كده اكس از نوت وايد سنس ستيشن، مش محتاج اروح اصلا اثبت الكونديشن اللي بعده. مفهوم لحد كده يا شباب؟ اكيد. ندخل على السؤال اللي بعده. الراندوم فاريبل ايه؟ الراندوم فاريبل هنا هو الفريكونسي. هنا في هنا؟ اه في دي كان برضه فريكونسي. هنا مسمينه اكس، لا هنا كانت الراندوم بروسيس هي اكس، اللي جواها راندوم هو الفريكونسي. هنا نفس الكلام، انا عندي راندوم بروسيس اللي هي السيجنال هي فانكشن في التايم، وفي راندوم فاريبل اللي هو بيمثل الفريكونسي اللي هو اف. انت قصدك النوتيشن الاف اوف اكس؟ ما هي يعني يعني عشان هنا احنا كان الراندوم فاريبل بتاعنا اسمه اف، فبقيت اسميها اف اسم الراندوم فاريبل وسمول فاليو اللي هو بيمثل الحاجه اللي ممكن ياخدها. هنا كان الراندوم فاريبل اسمه اكس وهكذا. فاهم؟ طيب بصوا يا شباب، هو السؤال ده مشابه للسؤال اللي فات بس فيه اختلاف بسيط. هنا بيقول لي ان انا عندي برضه سيجنال بعملها جنريشن والسيستم فيه مشكله فالفريكونسي بتتغير، وهنا بيتكلم عن انجلر فريكونسي. بس بيقول لي كمان ان السيجنال اللي انا ببعتها دي بتتبعت في نويزي سيستم،
فالامبليتيود كمان بيحصل فيه فاريشنز. يعني انا ببعت بامبليتيود ايه بيتقال عليه نويز، فالنويز دي بتغلي في الامبليتيود. فبقى عندي كده حاجتين راندوم، الانجلر فريكوانسي اللي هي الاوميجا، والامبليتيود نتيجه النويز. ومديني انفو على الحاجات الراندوم دي، بيقول لي ان الاوميجا يونيفورم ديستريبيوتد من 0 ل 4 باي، وبيقول لي الامبليتيود ستاتستيكلي اندبندنت فروم الاوميجا، ماشي. والفيز بتاعي ثابت، يا ده ديترمينستك فاليو. طيب هو طالب ايه؟ طالب برضه احسب ثلاث حاجات، المين، الاوتو كورليشن، واتشيك هل انا وايت سنس ستيشنري ولا لا. فاول حاجه المين، خلاص عارفين ان المين هو عباره عن انتجريشن لايه كوزاين اوميجا اوف ان بلس الفاي. او خلينا قبل ما نكتب القانون عشان ما تتلخبطوش، خلينا نقول اكسبكتيشن A في كوزاين اوميجا اوف ان بلس الفاي. هل انا هنا عندي سنجل راندوم فاريبل ولا تو راندوم فاريبلز؟ اثنين. بس ايه الكونديشن اللي هم ادوهولي؟ ان هم اندبندنت على بعض، فالجوين بي دي اف بتساوي المارجنال بي دي اف. فعشان كده هنا في الكيس دي بما انهم اندبندنت فاقدر افك الاكسبكتيشن ده. ليه اكسبكتيشن الاي في اكسبكتيشن كوزاين اوميجا اوف ان بلس الفاي. بس ده نفع دلوقتي ليه؟ عشان انا بس دول تو اندبندنت راندوم فاريبلز، لو مش اندبندنت يبقى لازم الاثنين يتحلوا مع بعض، ماشي. طيب اكسبكتيشن ايه ده؟ خلاص انا هكتب ان هو ميو ايه وخلاص، هو مش مديني عنه اي انفو. طب اكسبكتيشن كوزاين اوميجا اوف ان بلس فاي، ده بقى اللي هبتدي احله. يبقى عندي كوزاين اوميجا اوف ان بلس الفاي مضروب فيها يا شباب 1 على 4 باي اللي هي البي دي اف، هي اليونيفورم سيستم من 0 ل 4 باي، فبنفس الطريقه يبقى الكلام ده هيساوي 1 على 4 باي، وهينتجريت على ايه؟ على الاوميجا. والانتجريشن من كام لكام؟ من 0 ل 4 باي، تمام؟ فكان الكلام ده عندي ميو الاي في 1 على ان ساين اوميجا اوف ان، او سوري بقى هنعوض على طول، ساين 4 باي اوف ان بلس فاي ماينس ساين فاي. خلينا كده بالراحه بقى خلاص، تمام لحد كده يا شباب؟ لو في حد مش فاهم حاجه اساله، فاهمين؟ طيب الترم ده بس فيه مشكله ان انا الان دي ممكن تاخد اي فاليو، صح؟ طيب لو هنا الان بتساوي زيرو، الترم ده هيديني ايه؟ ايه فوق عندي كان الان لو بصفر فيديني ساين فاي، وهي اصلا ماينس ساين فاي، فاللي فوق هيديني صفر، وتحت الان بصفر فيديني زيرو، فطبعا مش هينفع. فلازم اعمل ايه؟ استخدم لوبيتال في الكيس دي. فلما كده ات ان بتساوي زيرو هيبقى عندي اكسبكتيشن واي اوف ان هيساوي المين ايه مضروب في 4 باي بالظبط كوزاين 4 باي اوف ان بلس فاي ديفايدد باي 1. فده كده لو الان بصفر، ماشي. طب لو الان مش بصفر يبقى الترم ده هيبقى ليه فاليو وات ايفر هي بكام بالظبط. والترم اللي فوق عندي ساين 4 باي ان بلس فاي ماينس ساين فاي، الساين دي بيريودك سيجنال، فكده كان يبقى يعني ساين 4 باي ان بلس فاي هي ساين فاي، فكده يبقى الترم اللي فوق ده هيديني صفر. فلما تبقى الان نوت ايكوالز تو زيرو، الواي اوف ان ده او سوري اكسبكتيشن الواي اوف ان هيساوي زيرو. لو حد مش فاهم او متلخبط حاجه يا شباب اساله، فاهمين يعني؟ اكيد. طيب يبقى انا كده اقدر اقول ان اكسبكتيشن الواي اوف ان بقى ان جنرال هيساوي ميو او 4 باي ميو اوف ايه
في كوزاين 4 باي اوف ان بلس فاي كوزاين 4 باي اوف ان بلس فاي ده لو الان ايكوال 0 و 0 اذروايز. ممكن النوتيشن ده يا شباب نكتبه بالشكل ده او ساعات بنكتبه بشكل تاني. هنقول ان هو عباره عن ميو اي 4 باي كوزاين 4 باي اوف ان بلس الفاي مضروب في دلتا اوف ان بس كده، عشان لو الدلتا اوف ان بتساوي صفر او سوري لو ان بتساوي صفر الدلتا اوف ان هتديني الترم ده بس. طب لو الان مش بتساوي صفر الدلتا هتبقى بصفر، فكان الترم كله اداني صفر. انا نسيت الواحد على 4 باي اللي هنا، صح انا نسيت احطها اصلا. فدي كده هتشيل لي دي من هنا وهتشيل لي دي من هنا وهتشيل لي دي من هنا اعتقد كده يعني، نتاكد. صح مظبوط. هو برضو في حاجه محتاجه اعدلها هنا، ان شباب لما الان تبقى بصفر الان دي هتروح، فيبقى الترم ده اللي فاضل فيه بس كوزاين فاي. معلش انا نسيت برضو الموضوع ده، خليني اكتبها كده مره تانية. يعني انا بس المفروض الان بصفر، فالان دي اما تتعوض بيها برضو جوه يعني خلاص هتتشال، فهتديني هنا كوزاين فاي ودي برضو هتبقى هنا ايه كوزاين فاي. ده جه منين؟ ان انا هنا لما بقول هتن بزيرو فعندي كوزاين 4 باي ان بلس فاي، فالان فيها بصفر اصلا فتبقى كوزاين فاي بس. تمام. طيب ده كده كان اول طلب في السؤال. تاني طلب عايز نحسب الاوتو كورليشن. احنا اول مره ايه نحسب الاوتو كورليشن. ساكن مش دلوقتي شباب انا عايز احسب الاوتو كورليشن، يعني عايز احسب اكسبكتيشن واي اوف ان في واي اوف ام. صح؟ طيب حد كده ممكن يقول لي هفك ده ازاي؟ ايه اللي بزيرو؟ ليه؟ لا هو ال A والاوميجا هما اللي اندبندنت عن بعض، بس هو هنا بيقول لك ان انا عايز احسب الاوتو كورليشن بتاع الواي. الاوتو كورليشن بتاع الواي ده، هو الواي ده في الاخر ايه؟ يعني زي كده ما كنا بنقول ان انا ممكن الواي تطلع لي حاجه بالمنظر ده، او هي كوزاين بقى تبقى حاجه مثلا بالمنظر ده، او مره ثانيه يبقى الفريكونسي بتاعتها اقل فتبقى حاجه بالمنظر ده، او مره ثالثه حاجه ثانيه. فانا كاني كده بقول عايز احسب، يعني لما بقول عايز احسب الاوتو كورليشن بتاع الواي كاني عايز احسب اكسبكتيشن الواي عند تايم ان مضروب في، او يعني عايز احسب الواي عند تايم ان مضروب في الواي عند تايم ان اجيب الاكسبكتيشن بتاعه. فالاندبندنس هنا ما مش ريليتد اصلا بالنقطه دي. هو بيقول لك ان الامبليتيود الفاريشن بتاعه اندبندنت عن الفاريشن في الاوميجا. ماشي، بس هو خلي بالك من حاجه، لو حتى ما افترضتش اساسا انا عندي ايه اساسا، لو افترضت الامبليتيود بتاعي ثابت ما اتغيرش، يبقى ساعتها برضه هلاقي ان انا عندي السيجنال بتاعتي راندم نتيجه الفريكوانسي. فانا بحسب الاوتو كورليشن هنا، فيعني اوتيفر بقى يعني دي حاجه ودي حاجه ثانيه. انت في الاخر هم انت عندك تو راندم فاريبلز الاثنين مع بعض بيطلعوا لك سيجنالز راندم. الاوتو كورليشن هيبقى بزيرو لو انت يعني انت هنا ملهاش علاقه هنا ان انت ملهاش علاقه الراندم فاريبلز اللي بتاثر عليك ايه علاقتهم ببعض. انت في الاخر لازم تحسبها عشان تشوف ايه اللي هيطلع بالظبط. تمام. الام الان ده تايم يعني واي اوف ان، بس هو ان ده هيبقى ديسكريت يعني كانك عندك ديسكريت سيجنال مش كونتينوس، بس هو في الاخر تايم يعني. والام ده تايم مختلف زي ما كنا قلنا تي 1 وتي 2 دلوقتي بنسميه ان وام، بس ممكن نقول ان 1 وان 2 مش هتفرق حاجه، ده بس نوتيشن. طيب هنفك ده ازاي يا شباب؟
طيب انت كده بتقول عايز اجيب اكسبكتيشن A في كوزاين اوميجا اوف ان بلس فاي، صح كده؟ مضروب في ايه تانية؟ كوزاين اوميجا اوف ام بلس فاي. حد شباب عنده مشكله في المكتوب ده؟ طيب مش احنا قلنا ان الاي في الكيس دي اندبندنت، يبقى اقدر اطلع الاي سكوير دي برضو بره الايه، بره الاكسبكتيشن. فكان يبقى عندي اكسبكتيشن لاي سكوير كوزاين في كوزاين شبه هتديني ايه؟ كوزاين المجموع بلس كوزاين الفرق على 2، فكان عندي نص هيطلع بره الاكسبكتيشن، وجوه بقى يبقى عندي اكسبكتيشن كوزاين المجموع اللي هو اوميجا اوف ان بلس ام بلس فاي زائد كوزاين اوميجا اوف ان ماينس ام. تمام لحد كده؟ حد عنده مشكلة؟ طيب ايه؟ الباي سوري بلس 2 فاي، معاك حق. طيب لحد كده انا عندي اثنين اكس، يعني عندي تو ترمز جوه الاكسبكتيشن، ممكن كنت اخد كل ترم لوحده احسب الاكسبكتيشن بتاعه واشتغل عادي، صح؟ بس انا عندي حاجه اوريدي مساعداني، يعني ده هياخد وقت اطول وهوصل لنفس الحل. ايه اللي انا مساعدني او ايه اللي عندي؟ ان انا عارف اكسبكتيشن كوزاين اوميجا في سيرتن تايم بلس فاي بيديني زيرو لو التايم ده مش بصفر، وبيديني كوزاين الفيز لو التايم ده بيساوي زيرو، صح كده؟ طب يبقى اقدر كده اقول ان الترم ده، روح فين القلم اهو، اقدر اقول ان الترم ده مش ينفع كده اقول ان هو هيساوي كوزاين، احنا قلنا هنا ايه؟ كوزاين الفيز، فاقدر كده اقول ان هو كوزاين الفيز اللي هو في الكيس دي عندي 2 فاي. ده امتى؟ لما التايم يساوي كام؟ يعني لما الان ساوي ماينس ام. طب غير كده؟ بزيرو لما الان ما بتساويش ماينس ام. طيب بالنسبه للترم ده يا شباب بنفس الطريقه كده هيساوي كوزاين الفيز، الفيز هنا بكام؟ يبقى هيساوي كوزاين زيرو اللي هي ب 1 لما في الكيس دي الان ساوي الام. طب اذروايز هيساوي صفر لما الان ما بتساويش الام. فانا عندي الاثنين دول مجموعين على بعض، صح؟ فاقدر كده اقول هنا ان الاوتو كورليشن ار واي اوف ان وام هيساوي الترم اللي كان بره هحطه هو هو، مضروب فيه لما الان بتساوي ماينس ام، الترم ده هيبقى ليه فاليو كوزاين 2 فاي. بس لما الان تساوي ماينس ام الترم ده هيبقى بصفر، فده خلاص لوحده. طب لما الان تساوي الام الترم ده ليه فاليو، والترم ده بكام؟ بزيرو، فيبقى كده الترم ده ليه فاليو اللي هي ب 1 والترم الثاني بزيرو. طب اذروايز بزيرو، يبقى ده كده الاوتو كورليشن عندنا. تمام؟ لو هكتبه بنفس الشكل ده هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن اكسبكتيشن اي سكويرد على الاثنين في كوزاين 2 فاي في دلتا اوف ان بلس ام زائد 1 في دلتا اوف ان ماينس ام. تمام لحد كده؟ طيب ادي كده الاوتو كورليشن وادي كده المين. هل السيجنال دي وايد سنس ستيشنري ولا لا؟ هو ايه الكونديشن ان يكون وايد سنس ستيشنري؟ كده افتكر مع بعض. ان المين ما يبقاش فانكشن في التايم والاوتو كورليشن يكون فانكشن في التايم ديفرنس بس. طيب هل هنا المين فانكشن في التايم؟ لا. ليه؟ ما انا لما الان بزيرو هيبقى ليا فاليو، وفي اي وقت تاني هيبقى ليا فاليو مختلفه. ولو كتبتها بالشكل ده هتلاقيها واضحه وهي فانكشن في التايم. فكده يبقى المين عندي فانكشن في التايم، فكده يبقى انا نوت وايد سنس ستيشنري.
طيب لحد كده شباب، حد عنده سؤال؟ اكيد. كويس. طيب السؤال ده يا شباب بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا المفروض ان انا عندي سورس، السورس ده بيجنريت سيجنال، بس السيجنال دي فيه مشكله في السورس، هو مش موضح لي ايه المشكله اللي في السيجنال، بس هو او سوري ايه المشكله اللي في السورس، هو موضح لي بس حاجه واحده، ان السورس ده فيه مشكله، فلما بيجنريت سيجنال بيطلع لي واحده من 5 possibilities، يعني اما هيطلع لي اكس 1 اوف تي اللي هي نيجاتيف 2 كوساين تي، يا اما اكس 2 اوف تي اللي هي نيجاتيف 2 ساين تي، يا اما اكس 3، يا اما اكس 4، يا اما اكس 5. تمام؟ فانا كده راندوم، يعني انا السيجنال بتاعتي راندوم في حاجه انا مش عارفها، بس الحاجه دي بتطلع لي 1 اوت اوف 5 possibilities. طب هو طالب ايه؟ طالب ان انا احسب له المين والاوتو كورليشن، واتشيك هل انا وايد سنس ستيشنري ولا لا، واتشيك هل انا ستريكتلي سنس ستيشنري ولا لا. تمام؟ اول حاجه كده يا شباب، ما تلاقوا التو كونديشنز دول يعني تعرفوا ايه؟ ان انا اكيد مش هبقى وايد سنس ستيشنري، لان انا اكيد مش هطلب منكم ان انتوا تثبتوا ان انتوا ستريكتلي سنس ستيشنري وانتوا اساسا مش وايد سنس ستيشنري. تمام؟ فلو السؤال ده كده مسهل عليكم ومش مصعبه. تمام؟ غير طبعا في كيس واحده، لو انت اللي هو قال لك ان انت ليك جاوسيان ديستريبيوشن. طيب اول حاجه كده، انا عندي هنا الراندوم فاريبل بتاعي كونتينيوس ولا ديسكريت؟ ايه رايكم؟ ديسكريت. هو خمسه، هي كل واحده فيهم فانكشن في التايم، بس انا ما عنديش غير 5 بوسيبيليتيز. يبقى كده اما اجي احسب المين، هو عباره عن سميشن من i بتساوي 1 لحد 5 لاكس i اوف t في البي دي اف اوف اكس i، ان هي تاخد فاليو اكس i. تمام لحد كده؟ طيب البي دي اف هنا بكام؟ ايه البروبابيلتي ان انا اخد واحد من الخمسه؟ هو ما قاليش حاجه، فانا اسيوم ان هم ايكول بروبر، هيبقى بيساوي كام؟ 1 على 5. فكان كده هقول ان هي بتساوي 1 على 5، ده هيتاخد كوم من بره، يبقى فاضل ان انا صم اكس 1 اوف تي على اكس 2 اوف تي على لحد اكس 5 اوف تي. فكان كده عندي اكس 1 اوف تي زائد اكس 2 اوف تي زائد اكس 3 اوف تي زائد اكس 4 اوف تي زائد اكس 5 اوف تي. يعني في الاخر هجمع السيجنالز دي كلها مع بعض، هلاقي نيجاتيف 2 كوزاين مع نيجاتيف 2 ساين، هجمع عليهم 2 كوزاين زائد 2 ساين، وكوزاين ماينس كوزاين ساين ماينس ساين، فالسمشن ده كله هيديني 0. يبقى احنا كده حسبنا اول حاجه، حسبنا المين. هل انا كده وايت سنس ستيشنري؟ احتمال، ما اعرفش، بس ممكن اكون وايت سنس ستيشنري. طب هحتاج اعمل ايه تاني؟ هو كده كده طالب مني احسن احسب الاوتو كورليشن. طيب
بس ما صدقش. طيب قانون الكوريشن هنا شايف هيبقى ايه؟ احنا تاني لسه ما استخدمناهوش لحد دلوقتي خالص. هو القانون نفسه اكسبكتيشن بتاع اكس 1 اوف تي في اكس او اكس عن تي 1 في اكس تي 2 صح؟ بس انا هنا المره دي مش يعني محتاج افكه بقى، فهعمل ايه؟ يعني انا لحد دلوقتي هنا ما اعتقد ما فكناهوش في حاجه. يعني انا حتى ما فكناهوش، احنا شفنا ده ايكوفنت ليه وحسبناه على طول، كتبنا الاكسبكتيشن. انما هنا لو جيت قلت لك ان انا عايز احسب اكسبكتيشن اكس 1، ما انت محتاج تفكها، انت اصلا دي كوزاي لسه ما حسبتهاش، فهتعمل ايه؟ هيبقى عندنا دبل سميشن صح؟ ليه اكس اي اوف تي او ماشي اوف تي في اكس جي اوف تي، خلي دي تي 1 ودي تي 2 في الجوينت بي دي اف بتاعته. هل في مشكله يا شباب؟ ده القانون كتبناه في اول السكشن خالص. هل في مشكله ان انا هجمع على كل البوسيبيليتيز بس بتاعت اكس يعني اكس عن تايم تي 1 واكس عن تايم تي 2 والبي دي اف بتاعتها تبقى الجوين بي دي اف؟ ماشي. طيب اول حاجه كده يبقى انا محتاج احسب الجوين بي دي اف. وانس ان انا عرفتها لكل كيس، لما تبقى اكس 1 اوف تي 1 في اكس 1 اوف تي 1 واكس 1 اوف تي 1 في اكس 1 اوف تي 2 وهكذا، يبقى كده خلاص حليت، هجمع الحاجات دي وخلص. طيب انا المفروض عندي 5 بوسيبيليتيز صح؟ فيبقى الجوين بي دي اف دي هتساوي ايه؟ يعني الاف اوف اكس تي 1 واكس تي 2 ان هم ياخدوا اكس اي اوف تي واكس جي اوف تي. دي هتساوي ايه يا شباب؟ 1/25. طب خلينا نفكر في اول حاجه. هو احنا قلنا ان السورس بتاعنا ده هيطلع لي ايه؟ يا اما اكس 1 يا اما اكس 2 هكذا. بس وانس ان انا فتحت السورس هو هيطلع لي واحده منهم، يعني مش هلاقي ان انا طلعت لي هنا اكس 1 وبعديها بوقت الاقي ان اتحولت بقت اكس 2، هو طلع لي واحده هتفضل ثابته عليها صح؟ فكده ايه البروبابيلتي ان انا في وقت عند تايم تي 1 الاقي اكس 1 وعند تايم تي 2 الاقي اكس 2؟ صفر. طب ايه البروبابيلتي ان انا الاقي عند تايم تي 1 اكس 1 وعند تايم تي 2 اكس 1؟ 1/5. يعني خلينا كده نكتبها في حته اوسع شويه. يعني انا دلوقتي هقول لكم ايه البروبابيلتي. ايه البروبابيلتي ان انا عند تايم تي 1 اخد اكس 1 وعند تايم تي 2 اخد اكس 2؟ دي بزيرو. طب ليه؟ حتى لو هنفكها بالقانون احنا لسه متكلمين عليها من شويه، لان الكلام ده بيساوي probability ان انا عند تايم تي 2 او كان بيقول ايه probability عن تايم تي 2 given ان انا عن تايم تي 1 اخد عن تايم تي 2 اكس 2 given ان انا عن تايم تي 1 خدت اكس 1 في probability ان انا اخد اكس 1 عن تايم تي 1. مش دي فكه الجوينت، هي الكونديشنال. البروبابيلتي ان انا عن تايم تي 2 اخد اكس 2 جيفن ان انا عن تايم تي 1 اخد اكس 1، البروبابيلتي دي بتساوي كام الكونديشنال دي؟ زيرو. عمر ما عن تايم تي 2 هاخد اكس 2 وانا شفت تايم تي 1 شفت اكس 1، فدي كده هتساوي زيرو. طيب لو جيت قلت لكم بقى ايه البروبابيلتي ان انا عن تايم تي 1 اخد اكس 1 وعند تايم تي 2 اخد برضه اكس 1؟ لو هنفك، خلينا الاول نفكها بالقوانين. هنفكها تبقى عباره عن ايه؟ نال كونديشنال ان انا عن تايم تي 2 اخد اكس 2 جيفن ان انا عن تايم تي 1 سوري اخد اكس 1 جيفن ان انا عن تايم تي 1 اخد اكس 1 في البروبابيلتي اصلا ان انا اخد اكس 1 عن تايم تي 1. ده كده فكره القانون صح؟ طيب ايه البروبابيلتي ان انا عن تايم تي 2 اخد اكس 1 وانا عارف ان عن تايم تي 1 خدت اكس 1؟ 1. اول ما عن تايم تي 1 خدت اكس 1 انا عارف في اي وقت بعد كده هبص عليه اخد الفاليو بتاعت اكس 1، فيبقى الكونديشنال بي دي اف دي هتساوي 1. طب الترم ده بيساوي كام؟ 1/5. فكده يبقى الكيسز لما يساووا بعض هتبقى ب 1/5، اذروايز زيرو. بالراحه كده لو حد مش فاهم اساله.
يعني فبتلخبط شويه في الاول يعني، لو حد مش فاهم اساله يا شباب. طيب خلينا كده ناخدها من الاول واحده واحده. فدلوقتي بنبص على الجوين بي دي اف، تمام؟ فانا عندي تو سيناريوز، ان انا في عن تايم تي 1 وتايم تي 2 الاقي حاجه متكرره يعني اكس 1 واكس 1، او الاقي حاجه عكس. طب احنا عارفين ان السورس ده يعني هو معروف ان انا لو بعت اكس 1 هيفضل على طول ابعت اكس 1، بس اول ما افتح انا مش عارف اشوف ايه. يعني انا اول ما افتح لو بعت لو لقيت اكس 2 خلاص هفضل اكس 2، اكس 3 هفضل اكس 3 وهكذا. طيب فلو بتكلم على كيس ان انا بقول ايه البروبابيلتي ان انا عند وقت تي 2 مثلا هشوف اكس 2 جيف ان انا عند وقت اي 1 اوريدي لقيت اكس 1، هل دي عمرها هتحصل؟ صح. فيبقى الكونديشنال في الكيس دي زيرو. طب الكيس الثانيه ايه البروبابيلتي ان انا عند تايم تي 2 الاقي اكس 1 جيف ان انا عند تايم تي 1 اما بصيت لقيت اكس 1؟ 1. فلما اضرب هنا في 1 على 5 يبقى الجوين بي دي اف لما بتشيك على نفس الحاجه هتساوي 1 على 5، اذروايز هتساوي 0. فهنا كده اقدر اكتب هنا ان الجوين بي دي اف هتساوي 1 على 5 لما الاي تساوي الجي. ان انا ببص هنا على اكس 1 اكس 1 او اكس 2 اكس 2 اكس 3 اكس 3 او اكس 4 اكس 4 اكس 5 اكس 5. فهنا لما الاي تساوي الجي. طب اذروايز لما الاي نوت ايكوالز تو جي هتساوي كام؟ 0. مفهوم لحد كده يا شباب؟ اكيد. طيب خلينا بقى نفك السميشن ده ونشوف الفاليو بتاعته هتساوي كام. بصوا انا هكمل كده هنا ماشي. يبقى كده كان الاوتو كوريليشن عندي المفروض الضرب ده لو اي ما بتساويش جي هيديني صفر، لو اي بتساوي جي هتساوي 1 على 5 مضروبه في الفاليوز دي. طيب يبقى كان كده هاخد 1 على 5 كومن واضرب جوه فيه بقى اكس 1 تي 1 اكس 1 تي 2 زائد اكس 1 تي سوري اكس 2 تي 1 في اكس 2 تي 2 زائد اكس 3 تي 1 في اكس 3 تي 2 زائد اكس 4 تي 1 في اكس 4 تي 2 زائد اكس 5 تي 1 في اكس 5 تي 2. ناقص بس ان انا اخد الفاليوز بتاعت الكوزاينز والساينز اعوض بيهم بكوزاين تي 1 وكوزاين تي 2 وافك السبمشن ده ماشي. هيطلع عندي في الاخر لازم اكتبه لكم بالتفصيل، اكتبه لكم في النزلة خلاص انتوا هتضربوهم في بعض وتجمعوا. ايه؟ مش هيفرق معايا انا هكتبها ان ترمز اوف تي 1. يعني كاني هضرب يعني اول ترم ده كانه هيبقى عباره عن ايه؟ هتحط يعني اول ترم اكس 1 اوف تي 1 دي اكس 1 هي عباره عن يعني كاني 1 على 5 نيجاتيف 2 كوزاين تي 1 في نيجاتيف 2 كوزاين تي 2 الترم اللي بعده وهكذا. والضرب ده هيبقى عندك كوزاين في كوزاين تفك بالظبط كده. لا لا ما انت دلوقتي هتسيبه جينيريك، انت مش عايز وقت محدد، انت عندك فور اني تو ديفرنت تايمز. تمام؟ طيب لو فضلنا مكملين كده بالمنظر ده هنلاقي في الاخر ان الاوتبوت بتاع الكلام ده هيساوي 2 كوزاين تي 2 ماينس تي 1 زائد 2 على 5 ساين T1 بلس T2. كل احنا هنعمله نضرب الكوزاينز دي في بعض ونفكها كوزاين مجموعه كوزاين فرق. تمام؟ طيب ادي كده الاوتو كوريليشن وادي كده المين. المين مش فانكشن في التايم كونستنت. الاوتو كوريليشن بقى هل كده يعتبر فانكشن في التايم ديفرنس فبقى وايت سنس ستيشن ولا لا؟ لا هو اول ترم فانكشن في التايم ديفرنس بس تاني ترم فانكشن في الاديشن مش فانكشن في التايم ديفرنس. فكده ده الاوتو سنس ان الاوتو كوريليشن نوت فانكشن ان تايم ديفرنس اونلي. يبقى ذيرفور احنا نوت وايد سنس ستيشنري. طب بما اني نوت وايد سنس ستيشنري هبقى ايه؟ هل هبقى ستريكت سنس ستيشنري؟ ما ينفعش، انا الكونديشن الضعيف ما اتحققش فاكيد الكونديشن القوي مش هيتحقق. يبقى سنس ان انا نوت وايد سنس ستيشنري يبقى ذيرفور انا نوت ستريكتلي سنس ستيشنري.
تمام لحد كده يا شباب؟ بصوا كده برضو على السؤال ده، لو حد عنده سؤال اسأله قبل ما ندخل في السؤال اللي بعده. طيب بصوا هنا يا شباب، السؤال ده المفروض مكون من 2 بارتس. اول بارت سهل قوي، بيقول انا عندي سورس اسمه اكس، السورس اكس ده بيحب يبقى اما بنبعت دي بيتس يعني، فلما بنحب نبعت 0 بنبعت بوزيتيف 1، ولما بنحب نبعت بيت 1 بنبعت نيجاتيف 1. يعني ده لما باجي ابعت بيت 0 هبعت بوزيتيف 1، ولما اجي ابعت بيت 1 هبعت نيجاتيف 1، احنا قلبنا ماشي. طيب طالب مني ان انا اعمل ايه؟ عايزين نحسب الاوتو كورليشن بتاع السيستم ده. طب هو ايه قانون الاوتو كورليشن؟ يا جماعه اكسبكتيشن اكس اوف ان في اكس اوف ام، تمام كده. طيب يعني كاني بقول دبل، وهنا اصلا الان ده هياخد فاليوز لكام لكام؟ يعني عن تايم ان اللي هاخد اللي هلاقي لكام لكام؟ لو واحد لنيجاتيف واحد، وفي تايم ام اللي هلاقي برضه لو واحد لنيجاتيف واحد. فكان انا عندي هنا بدل انتجريشن انا هيبقى عندي دبل سميشن، اللي هي ان اكس اوف اي عند تايم ان في اكس اوف جي عند تايم ام في الجوين بي دي اف ما بينهم. صح كده؟ طيب انا عن تايم ان انتوا قلتوا يا اما هلاقي واحد لا نيجاتيف واحد. فاول حاجه كده، هو انا لما ابعت 0 او 1 هل عن تايم ان لو بعت 1 هل لازم عن تايم ام هبعت 0 مثلا هبعت 1؟ مش معتمدين على بعض. يبقى ده معناه اول حاجه ان ايه؟ ان الجوين بي دي اف بتساوي المارجنال مضروبين في بعض. فكده يبقى اول حاجه ان اف اوف اكس اوف ان واكس اوف ام بتساوي اف اوف اكس، انا ماخده اكس اي واكس جي، بتساوي اف اوف اكس اوف ان في اكس في اف اكس اوف ام عن تايم جي. تمام كده؟ طب ايه البروبابيلتي ان انا اخد 0 او 1؟ نص. فكده يبقى انا عندي اربعه كومبينيشنز، ان انا عن تايم ان وام ممكن ياخد لو 1 1 او 1 نيجاتيف 1 او نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 او نيجاتيف 1 1. ده اللي احنا بنفكر فيه صح؟ طيب صح جدا. لو انا ببص في وقتين مختلفين فاه يبقى انا البروبابيلتي ان انا ناخد واحد بنص وهنا ناخد واحد بنص وهكذا، فيبقى حاصل ضرب الاثنين ده نص في نص، يعني هيديني ربع. طيب هل الاوتو كورليشن بيتكلم عن تو ديفرنت تايمز؟ يعني ما ينفعش اقول ار اكس اوف ان وان؟ ينفع صح؟ يبقى كده احنا عندنا تو سيناريوز، لو الان ما بتساويش الام
ماشي. يبقى انا عندي فور بوسيبيليتيز، مره عن تايم ان ممكن اخد واحد واحد، او خلينا نكتبها فوق عشان ما تتلخبطوش. لو الان ما بيساويش الام فانا كده ممكن عند ان الاقي 1 وام 1 1 او نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 ونيجاتيف 1 نيجاتيف 1 1. فانا عندي فور بوسيبيليتيز للسميشن ده، صح كده؟ هفك السميشن ده يبقى ار اكس اوف ان وام. ممكن تملوا لي الفكه هتبقى عباره عن ايه؟ يعني اول ترم في السيناريو ده هيبقى عباره عن كام؟ واحد في واحد في البروبابيلتي انها تحصل، البروبابيلتي انها تحصل مش جوينت، فالبروبابيلتي انها يجي لي هنا واحد نص، والبروبابيلتي يجي لي هنا واحد نص، يبقى كانها واحد في واحد في نص في نص. طيب تاني ترم يا شباب، ها يلا. واحد في ماينس واحد في نص في نص. تالت ترم، واحد او سوري ماينس واحد في ماينس واحد في نص في نص. رابع ترم يا شباب يلا، ناقص واحد في واحد في نص في نص. الكلام ده كله هيديني صفر، صح؟ طيب السيناريو التاني بقى، لو الان خلينا نكتبها بلون تاني، لو الان بتساوي الام، هل ممكن يجي لي كيس نيجاتيف 1 1 او 1 ونيجاتيف 1؟ انا ببص اصلا في نفس الوقت، فالكيس دي مش موجوده والكيس دي مش موجوده، صح كده؟ طيب حلو جدا. ففي الكيس دي هيبقى عندي ايه؟ واحد في واحد. زي ما نفكر في دي يا شباب، دي عباره عن ايه؟ دي الجوين بي دي اف، صح؟ في الكيس دي البروبابيلتي ان اكس عن تايم ان تاخد 1 واكس عن تايم ام سوري تاخد 1، مش دي المفروض بتساوي الكونديشنال اللي هي البروبابيلتي ان اكس سوري ان وان، البروبابيلتي ان اكس عن تايم ان جيفن ان اكس عن تايم ان خدت 1، في اصل البروبابيلتي ان اكس عن تايم ان هتاخد 1. هل حد معترض على القانون ده؟ طيب اول ترم ده هيساوي ايه؟ واحد، لان انا لو عند تايم ان عارف ان انا خدت 1 فاكيد انا عارف ان انا عند تايم ان خدت 1، فالترم ده اصلا دامي ترم داف 1، والترم ده بكام يا شباب؟ نص. فيبقى الترم هنا واحد في واحد في نص مش في نص في نص، زائد نيجاتيف واحد في نيجاتيف واحد في نص. اسال لو انا عارفها بتلخبط والله لو في حاجه. تمام، طب مفهومه دي يا شباب؟ طيب فده كده كاني نص بجمع عليه نص فيطلع عندي هنا واحد. يبقى كده الاوتو كوريليشن بتاع الاكس هيساوي واحد لو الان بتساوي الام، وهتساوي زيرو لو الان ما بتساويش الام. مفهوم لحد كده؟ ده في ان ما بتساويش الام؟ ما هم نوت ايكوال، بس انا عمال ابعت بيتس، فممكن عند تايم ان ابعت واحد وعند تايم ام برضه ابعت واحد، يعني هم تو ديفرنت بيتس بس هبعت واحد. بالظبط، يعني انت في الاخر انت عمال تبعت داتا، الداتا دي لو بتبعت 0 هتبعت 1، لو بتبعت 1 هتبعت ماينس 1. فانت عمال تتغير، على عكس بقى السيناريو اللي كان هنا، انت خلاص بتبعت سيجنال بتفضل ثابت، انما هنا انا بعت 1 خلص ممكن ابعت 0 او 1، فكويفنت هبعت 1 او نيجاتيف 1 وهكذا. تمام؟ طيب، تاني بارت يا شباب هنحله ونكتفي كده النهارده، ونخلي اخر اخر سؤال السكشن الجاي ان شاء الله. طيب بصوا يا شباب السؤال ده ركزوا معايا في اول بارت، عشان يعني اول ما نفهم اول بارت خلاص هنبقى خلصنا. ركزوا معايا يا شباب دلوقتي، بيقول لي ان انا المفروض كنت هنا بستخدم سورس اسمه اكس اوف ان،
هستخدم سورس تاني، بس السورس الجديد ده هو معتمد على اكس اوف ان بس بيبعت بطريقه مختلفه. بيبعت ازاي؟ بيقول لك ان هو لما تبقى الان دي اود، يعني لما اجي ابعت واي اوف 0 سوري اود، اما ابعت واي اوف 1 واي اوف 3 وهكذا، هلاقي ان انا ببعت اكس اوف ان بلس 1. بمعنى ان واي اوف 1 هي عباره عن اكس اوف 2، واي اوف 3 هي عباره عن اكس اوف 4 وهكذا. طيب لو انا بتكلم بقى على الكيس الايفن، الكونديشن الثانيه هو اللي هيتحقق. بمعنى ان لما تبقى في الكيس دي الان بصفر، الان دي بصفر، يبقى معناها كده لما اجي ابعت واي اوف 2 في 0، يعني ابعت واي اوف 0 هبعت اكس اوف 0. لما تبقى الان بوزيتيف او نيجاتيف 1، دي هي اللي بوزيتيف او نيجاتيف 1، يبقى ده كده معناه ان دي بكام؟ بوزيتيف او نيجاتيف 2. فلما اجي ابعت واي اوف 2 هلاقي ان انا ببعت هنا ايه؟ واي اوف 1 وهكذا. يبقى كده الكونديشن ايه؟ ان انا لما ببعت واي 1 هبعت اكس 2، واي 3 هبعت اكس 4 وهكذا. طب لما بتكلم على الوايات الايفن، واي 0 هبعت اكس 0، واي 2 هبعت سوري دي اكس 1 وهكذا. يبقى كده ممكن نحط بقى نوتيشن جينيريك اكتر، نقول ايه؟ نقول ان الواي اوف ان هتساوي اكس اوف ام بلس ال 1 لما تبقى الان اود، والواي اوف ان هتساوي اكس اوف ام اوفر 2 لما تبقى الان ايفن. يعني عايزين كده نطبق الكونديشنز دي على دول ونشوف هل هيتحققوا ولا لا. لو الان مثلا بواحد، يبقى ان ب1، او خلينا نكتب برضو ريليشن ان المفروض هنا الان لا كده تمام مظبوط. فكده المفروض هكتب بس هنا ان الام هنا بتساوي، احنا بنتكلم على الاود 1 2 3 وهكذا، والام هنا بتساوي 0 2 4 وهكذا. يبقى كده هنا لما تبقى الان اود، يعني مثلا اقول ان انا عندي واي اوف 1، يبقى عندي هنا كده ببعت اكس اوف 2 اللي هي 1 بلس ال 1 وهكذا. طب في الكيس دي لما تبقى الان ايفن، يعني مثلا 0، يبقى هبعت اكس اوف 0، 2 هبعت اكس اوف 2 اوفر 4. يعني انا كده عندي هنا ريليشن في الاخر ان الان او سوري الام بتساوي 2 ان. ماشي؟ مفهوم لحد كده يا شباب النوتيشن؟ طيب هو طالب مني ايه في السؤال؟ طالب مني ان احنا طالب مني ان انا احسب الاوتو كورليشن بتاع الواش. ماشي؟ بصوا خلينا حتى عشان ما صعبهاش عليكم، عشان ما تضبطوش من دي، خلينا نسمي دي ان زي ما هي ودي ان زي ما هي، ونسمي دي ان وخلاص. تمام كده؟ يبقى انا كده لما الواي اوف 1، بس خليها بقى دي بالمره، يبقى كده دي هنخليها 1 3 5 ودي 0 2 4. فكوكو اصلا من ريليشن كده هتبقى ابسط لكم بالتالي في الفهم، صح؟ يعني لما احب ابعت الوانز الاود، يبقى كده واي اوف 1 هبعت اكس اوف 2، واي اوف 3 هبعت اكس اوف 4 وهكذا. في الكيس دي واي اوف 0 هبعت اكس اوف 0، واي اوف 2 هبعت اكس اوف 1 وهكذا، اللي هو الكونديشن اللي تحت. طيب انا دلوقتي عايز احسب الاوتو كوريشن اوف واي. هو عباره عن القانون الاوتو كوريشن عباره عن ايه؟ اكسبكتيشن واي اوف ان في y of m. هل محتاج اقعد احسب الاوتو كوريشن مره ثانيه، ولا اجيب الواي وان ترمز اوف الاكس وانا اصلا معايا اوتو كوريشن الاكس؟ تاني دلوقتي احنا خلاص جبنا ريليشن ما بين الواي والاكس، صح؟ وعايزين نحسب اوتو كوريشن الواي، فكانه اكسبكتيشن واي اوف ان في y of m. تمام؟ انا يعني عندي حاجه من اتنين، يا اما افك ده كده زي ما حلينا هنا واجيب فاينل ريليشن، يا اما اساسا اعوض بالواي ان ترمز اوف الاكس واستخدم الاوتو كوريشن انا حسبته. طيب فهنا كده هقول ان اكسبكتيشن واي اوف ان يا شباب هتساوي كام؟ هل هتساوي الترم ده ولا الترم ده؟ هحط الفور سيناريوز، لو هي ايفن، لو هي اود، لو هي ايفن اود وهكذا. فكده يبقى الاوتو كوريشن هيساوي اكس اوف ان بلس 1 في اكس اوف ام بلس 1
الكيس دي امتى يا شباب؟ لو ال N وال M او خلينا نكتبها على مرتين، لو ال N odd وال M odd. تمام كده؟ طيب تاني كيس، ال R Y of N و M هتساوي expectation X of N plus 1 في X of M over 2 امتى يا شباب؟ لما تبقى ال N odd وال M even. طيب الاوتو كورليشن برضو هيساوي expectation X of N over 2 و X of M over 2 امتى يا شباب؟ لما تبقى ال N even وال M كمان even. تمام؟ اخر حاجة الاوتو كورليشن، ايه السيناريو اللي فاضل لنا؟ لما تبقى الاكس بان اوفر 2 والاكس الثانيه ب ام بلس 1، ده امتى؟ لما تبقى الان ايفن والام اود. تمام لحد كده؟ طيب هل التعويض محتاجين في مشكله ولا خلاص تقريبا مفهوم؟ اكسبكتيشن اكس اوف ان في اكس، اكس اوف ان بلس 1 في اكس اوف ام بلس 1 هيطلع ايه من هنا يا شباب؟ اول ترم ده عايز اجيب اكسبكتيشن ان بلس 1 في اكس اوف ام بلس 1 بواحد، لان الاثنين بيساوي بعض. ففي الكيس دي كده هيساوي واحد امتى؟ لما ان تساوي الام، لان لما الان هنا هتساوي الام هنلاقي ان الاوتو كوريشن ده بيديني واحد. طيب الترم ده امتى هيديني واحد؟ لما ان بلس 1 يساوي ام اوفر 2، يبقى ده كده هيديني واحد لما الام تساوي 2 في ان بلس 1. تمام؟ ما احنا الفكره في ايه؟ ان انا دلوقتي بقول فور اني فاليو في ان وام، ما انا ما اعرفش مكان بالظبط. صح؟ ما انا بعد ما اخلص بقيه الاربعه سيناريوز دول هنقول اذر وايز هيساوي كام؟ صفر. صح، بس السيناريو الاخير في كل واحد انا بدل ما اكتبه في كل مره كنت هكتبه في الاخر خالص. يعني عايزه بالتفصيل ماشي، نقول هنا كده الترم ده هيساوي صفر لو الان ما بتساويش الام، وهنا هيساوي صفر لو الام ما بيساويش 2 ان بلس 1، وهنا هيساوي يعني هنفضل نكملها بس في الاخر هقوم مجمعهم تاني في الاخر فمش هتفرق حاجه. تمام؟ طيب السيناريو ده هيساوي واحد لو الان بيساوي الام، وهيساوي صفر لو ال n ما بيساويش ال m. ليه؟ عشان الترمين دول هيساووا بعض لما ال n بيساوي ال m. طب اخر سيناريو هيساوي واحد لو n على 2 بيساوي m بلس 1، يعني ال n بيساوي 2 في m بلس 1، وهيساوي 0 امتى؟ لما الكلام ده ما يتحققش. ماشي دي نوت ايكول. تمام كده؟ طيب نلخص بقى الكلام ده كده في قانون واحد او في ريليشن واحده. بص هنقول ان الاوتو كورليشن بتاع الواي فور ان وام لما الان اود والام اود وبيساوي بعض هيساوي واحد. يبقى لما كده الان بتساوي الام والان والام ار اود هيساوي واحد. طيب ولما الان بتساوي او سوري الام بتساوي 2 ان بلس 1، ولازم في الكيس دي تبقى الان اود والام ايفن، يبقى هنا ان اود وام ايفن. طيب في الكيس ده امتى ده هيحصل؟ لما يبقوا الاثنين ايفن والان بتساوي الام، يبقى هنا كده برضو لما الان بتساوي الام والان والام ايفن، ده برضو في واحد وده برضو في واحد. طيب امتى اخر كيس؟ لما ال n تساوي 2 m بلس 1 وتبقى ال n even و ال m odd. otherwise هتساوي 0. تمام؟
صح حاجه؟ طيب لحد كده مفهوم يا شباب؟ خلاص معلش انا زودت عليكم النهارده شويه، بس احنا كده ايه خلصنا، فاضل اخر شيت بقى هناخده ان شاء الله، سوري اخر سؤال هناخده ان شاء الله في السكشن الجاي.